بسم الله الرحمن الرحيم. تونس ولبنان دايما كنا نتكلم ونقول يا سلام، وانا واحد من الناس اللي كنت بقول كده. تروح لبنان، الله على لبنان وبيروت والشعب، طبعا نفضل نقول كده الله، وتونس الخضراء والله، وعلى الشعب التونسي الجميل، ونقول الكلام ده طبعا على بلاد بنحبها وبنزورها ودايما نتمنى ليهم يعني الافضل دائما. ولكن حضرتك لازم تبص على البلدين لبنان وتونس، وده ما يزعلش حد، نتيجة الأوضاع اللي حصلت 2011 في تونس والأوضاع اللي حصلت في لبنان بقالها كمان يمكن 8 9 10 سنين أيضا. وكالة فيتش دي بتراقب الأوضاع الاقتصادية في 100 دولة، قالت إن في 17 دولة منهم لبنان وتونس مش هيقدروا يسددوا الديون الخارجية اللي عليهم. قالت كده، مش أنا اللي قلت. وقالت إنه البلدين 17 دولة، مين هم الدول؟ طيب باكستان، سريلانكا، زامبيا، لبنان، تونس، غانا، إثيوبيا، أوكرانيا، طاجكستان، سلفادور، سورينام، إكوادور، بليز ديت دولة في أمريكا الوسطى، أرجنتين، روسيا، بيلاروسيا، فنزويلا. يعني بتتكلم على روسيا، بتتكلم على بيلاروسيا، بتتكلم على فنزويلا. فنزويلا دولة من دول النفط. طيب ده معنى ايه؟ انه قالوا ان دول 17 دولة عندهم مشاكل ضخمة، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت انه الديون السيادية اللي عليهم عندهم مشاكل، وهيكون عندهم كمان ما سددوش ومش هيقدروا يسددوا كمان اللي جاي. وقالت انه طبعا ده نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى مشاكل وتضخم واضطرابات تجارية وضعف في الاقتصاديات، وبالتالي أدت إلى ظروف الائتمانات السيادية فيها مشاكل كبيرة، وإنه ده أدى كمان ارتفاع معدلات الفوائد وغيرها وغيرها وتكاليف خدمة الدين الحكومي، وبالتالي إنه هذه البلدان لديهم مشكلة كبيرة لن يستطيعوا سداد الديون اللي عليهم. بتكلم على دولتين كمان، منهم لبنان ومنهم تونس. ده طبعا بيقودنا احنا مصر العظيمة، بيرهنوا على البلد ديت من 2011، البلد دي هتقع. خلصنا في 3 يوليو 30 و3 خلصنا بفضل ربنا، وقال لك البلد دي تنهار، وخلصنا واتعمل اجراءات واصلاح اقتصادي في 3 نوفمبر 16، وقال لك البلد رايحه لافلاس، وخلصنا وعدينا المرحله الاولى والمرحله الثانيه، وقال لك مصر، وكل يوم يعملوا هاشتاجات الدولار، هاشتاجات الجنيه المصري، هاشتاجات فشل في الدولة المصرية، فشل الدولة مش عارفة تدير، الحكومة مش عارفة تدير، الدنيا مش عارفين يديروا حاجة، البلد وقعت. كانوا بيقولوا كده، ويطلع إعلام معادي وهاشتاجات ممولة ودول وكيانات وغيره يتكلموا على مصر وأوضاعها الاقتصادية من 2014، وكل يوم يطلعوا، ما في يوم إلا بيشتغلوا عليك، فلوس مليارات بتدفع إنفاق لإسقاط هذه الدولة من خلال الإعلام الممول والمواقع التواصل الاجتماعي، الترندات الممولة. ونعدي المرحلة الأولى ونعدي المرحلة الثانية، وبثبات شعب اللي بفضل ربنا وقوة حضراتكم، لأنه دي بلدكم، مش عايزين بلد اللي شفتوه وعانيتوه من 11 لحد 30/6/13 مش عايزين يتكرر مرة أخرى. فحضراتكم الثبات عندكم. عدينا اجراءات لصالح الاقتصاد الصعبه جدا، واللي انقذت مصر، هي اللي انقذت مصر بالمناسبه. وعدينا وجت كورونا، وقال لك الحق مصر وكورونا والعالم بيقفل وانتوا فاتحين، طب ما تعملوا كذا وتعملوا، وتعدي كورونا الحمد لله، سنه اولى وسنه تانية كورونا. ثم تاتي الحرب اللي هي غير متوقعه الروسيه الاوكرانيه، وان شاء الله باذن الله بنعديها وهنعديها. وقال لك البلد هتقع خلاص، مصر الحقوا مصر يا جماعه. بعض الناس قال لك ده احنا
لازم مصر محتاجة فلوس ومحتاجة قروض ومحتاجة تمويلات ومحتاجة الناس تديها أموال عشان البلد دي تقف. وقفوا المشروعات عشان البلد دي تنهض. وقفوا ما تعملوش ولا مشروع كفاية. وقفوا كل حاجة. يعني حصل مطالبات وأمور كثيرة جدا في هذا الأمر. والبلد تسير. والدولة تسير. ومؤسساتها كلها الاقتصادية والمالية تسير. وكله يسير. بفضل ربنا بفضل ربنا. وإدارة هذه الفترات الحرجة. ولازم نعترف بفترات حرجة وإزاي يتم إدارة الدولة في ظل أزمات. أنا من الناس وأنا صغير عشت فترة البلد ما كانش فيها قمح. كان العيش بتاعنا عيش ذرة. كان الصابون اللي عندنا مش الصابون اللي حضرتك بتشوفه النهارده، حاجات الموجودة دلوقتي، لا، كان لون الصابون كان لونه لون أسود. لون الصابون صابون. ما كانش فيه سكر. أنا بقول لكم واحد من الأطفال وفترة الشباب الأولى عشت ده. ما كانش فيه سكر، كنا بنحلي بالعسل. ليه؟ فاكرين الوقت ده؟ وقت العدوان ووقت النكسة والكذا وما بعد 67 وبعدها بشويتين والسبعينات أولها ثم الأسعار والرئيس سادات و77 ونعمل نزود كذا فنرجع كذا تولعوا في البلد و87 بعد كده يعني الأحداث اللي حصل في ذلك الوقت. عشنا هذه الأوقات وتحمل الشعب المصري كل هذه الفواتير، تحملها بمنتهى القوة. والناس بقول لحضراتكم أنا واحد من الناس اللي عاشوا ده وأتذكره جيدا أكأنه الآن. كنا بنروح نقف طابور لو عايزين عيش، عيش قمح يعني، بتقف طابور عشان تاخد عيش القمح ده، ما كانش موجود. لكن لو عايز، لكن اللي كان موجود ان عندك الذرة. والناس تحملت والناس ما اشتكتش. تحملت، انا بقول لحضراتكم انا عايش ده. وملايين زي كده اهو عايشين ده. وانا بتكلم كده يرجعوا ويعرفوا يقولوا، وبالعكس هم عاشوا كمان اكتر مننا. يعني اكتر من اللي انا بكلم حضراتكم عليه. اللي هنا وهنا وحاجات كتيرة مش عايزين نرجع لها، ولكن بتذكر هذه الايام. ده مش معناه حاجة خالص. معناه حاجة واحدة بس. ان لو كانوا بيراهنوا على ان الدولة دي هتنهار بفضل ربنا وثبات شعب عظيم وإدارة دولة حكيمة، بنعدي كل شوية كل شوية بنعدي. الرئيس اليوم عامل اجتماع مع المجموعة الاقتصادية. أرقام المجموعة الاقتصادية، بيان الرئاسة سفير بسام راضي، اللي حصل قدام الرئيس النهاردة هو الذي يتحدث عن الاقتصاد المصري والقدرة الاقتصادية لاقتصاد مصر. قدرة اقتصادية وقدرة مالية. احنا عندنا ولا ما عندناش؟ البلد دي اداها كويس ولا اداها رايحة يطلع يقولك عليا ديون مش قادر اسددها؟ لا، ده مش في مصر. رغم ايه؟ حصل لنا اللي حصل في تونس حصل عندنا، واللي حصل في لبنان حصل عندنا، واللي حصل في السودان ولبنان وليبيا والعراق ومن اول افغانستان وانت جاي حصل عندنا، واللي في سوريا حصل عندنا. بس الحمد لله اللي عندنا مختلف تماما. ولما تشوف المشاهد اللي قدامك دي لازم تاخدها قدامك وفي بالك وتشوفها زي ما انت شايف كده. الدول دي حصل عندها بالظبط اللي حصل عندنا. ما بين السبعينات في افغانستان واللي شفناه السنه اللي فاتت، الافغان وهما بيجروا عشان يسيبوا بلادهم ويمشوا لما طالبان استولت عليها، وافغانستان انتهت ومش هترجع مره تانية. ادي ليبيا قدامك، ونتمنى لليبيا العوده يا رب ان شاء الله، نتمنى لهم السلام يا رب والشعب الليبي. ادي سوريا
وحضراتكم شايفين سوريا بيحصل فيها ايه، وادي العراق. ونتمنى دايما السلامة لكل الدول ولكل البلاد ولكل الشعوب، مش عايزين حد يفضل كده ولا يفضل كده. رئيس وزراء اوكرانيا النهاردة بيقول للعالم عايزين 750 مليار دولار. بيعملوا دلوقتي صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا. على فكرة الصندوق ده أنا عشته لما أطلقوا صندوق لإعادة إعمار أفغانستان، أنا شخصيا عشته وكتبت عنه. أنا واحد من الناس اللي اشتغلوا على الملف الأفغاني زي ما اشتغلت على الملف كل الملفات، منها أفغانستان كنت بشتغل عليها. فحضرتك لما أجي النهاردة أتكلم أقول لحضرتك عملوا صندوق قال لك إعادة إعمار أفغانستان، وحضرتك لازم تعرف المجتمع الدولي هل أعاد إعمار أفغانستان منذ الثمانينات حتى اليوم؟ حضرتك تعلم أكتر مني. إعادة إعمار العراق هل أعادوا إعمار العراق؟ حضرتك تعلم أكتر مني. هل أعادوا إعمار سوريا لما عملوا صناديق لإعادة إعمارها؟ هل أعادوا إعمار اليمن؟ هل أعادوا إعمار ليبيا؟ لو كانوا عملوا كده يبقى هيعيدوا إعمار أوكرانيا. لو كان المجتمع الدولي أعاد إعمار أفغانستان يبقى عنده القدرة هيعيد إعمار أوكرانيا. المجتمع الدولي هو بالظبط، تغيير الأشخاص فقط. لما كان مش عارف كورت فالدهايم والسكرتير العام ولا مين كان الأمين العام ولا يعني عيسى حياته أسف وكان الاتحاد الإفريقي مين كان موجود هناك في الوقت ده نقدر نشوف، وكان الدكتور بطرس غالي ومين نشوف الكلام ده. لأول حد أنطونيو جوتيريش، من أول كورت فالدهايم انت جاي لحد جوتيريش لحد النهاردة، مع المتعاقبين أو المتعاقبون من الأمم المتحدة. هل حضرتك تقدر النهاردة تتكلم على دول وإعادة إعمار؟ محدش بيعيد إعمار دولة، كل دولة النهاردة بتدور على حالها ومصالحها، محدش عنده فلوس زيادة. أوروبا النهاردة عندهم أزمات، من أول ألمانيا لبريطانيا لبلجيكا لكل فرنسا لإيطاليا، كله عنده أزمات، كله بيدور على هنعمل إيه ونعالج المصايب اللي إحنا فيها إزاي النهاردة. كل ده اللي قدامك، لازم الصورة دي قدامك عشان إيه؟ تحمد ربنا. أيوه بقول لك تاني، تحمد ربنا. امبارح سيادة الرئيس واحنا مع سيادته امبارح قال اخشى لما نبص ما نحمدش ربنا. فاحنا نحمد ربنا حمدا وشكرا للمولى سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها. ايوه نعمة، ايوه نعمة. لا انت عندك ازمة ان انت تتخلف عن سداد ديونك، كل اقساط بتتسدد في موعدها الكاملة. لسه الشهر اللي فات مسددين 5 مليار دولار، الشهر اللي فات. فما عنديش ان انا اكون دولة من الدول اللي هي التزاماتها الدولية ملتزمة بيها. النهاردة لما احنا تاني الوقود بتاعك موجود، الكهرباء بتاعتك موجودة، السلع بتاعتك موجودة، أكلك موجود، وفوق كل ده كمان الرئيس النهاردة إيه اللي حصل؟ كل المقدمة دي عشان أوري حضرتك بس الحكاية بتاعت النهاردة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الاقتصادية بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، دكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، دكتورة رنا المشاط وزير التعاون الدولي، دكتور محمد معيط وزير المالية، سيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، سيد نفيق جامع وزير التجارة، سيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. ده الاجتماع اللي قدام حضراتكم. ليه؟ سيادة الرئيس يتابع مؤشرات الأداء المالي للدولة السنة اللي خلصت يوم 30/6/21/22، وشوف كمان ال 22/23. فإيه اللي حصل السنة اللي فاتت؟ اطلع العام المالي اللي انتهى في 30/6، عندك النتائج الأولية إيه؟ بيان السفير بسام راضي، إيه المعدلات الأولية؟ معدل نمو إيرادات
يبقى انا عندي ايه رقم واحد، ادي رقم ايجابيه واحده اهو 20% معدلات نمو. معدل نمو مصروفات، يبقى عندي مصروفات كمان بننفق مش متوقفين، يبقى انا عندي ايرادات وعندي انفاق. ادي ايراداتي 20 معدل نموها، ولكن بنفق كمان معدلات المصروفات بتاعتي زادت كمان 15%. حققنا فائض اولي 67 مليار 1.3%. الموازنة العامة قد حققت فائضا اوليا للعام الرابع على التوالي، 4 سنوات على التوالي نحقق فائض. وخفض العجز الكلي من 6.8 عام 2021 الى 6.1، يبقى انت كمان بتخفض العجز الكلي اهو، نزلنا من 6.8 الى 6.1. وفاتورة خدمة الدين اللي كانت 35.8 قول 36 تقريبا الى 32 قول 33. يبقى انت عندك ايه معدلات بتقول في اداء اقتصادي مالي ايجابي. يعني ده مش معناه انه البلد على حالة انهيار، لا. المعدلات اللي طالعه بالارقام النهارده، سياده الرئيس طلع عليها النهارده من جانب المجموعه الاقتصاديه ووزير الماليه، بتقول لا، لان هنا بنتحدث عن ارقام مش تخيلات. يعني ما يطلعش وزير الماليه قدام الرئيس في اجتماع المجموعه الوزاريه اللي قدام حضراتكم يقول الارقام دي وهي مش حقيقيه. تابع السيد الرئيس خطه وزاره الماليه لخفض الدين العام لاجهزه الموازنه العامه للدوله، وجه الرئيس باستهداف خفض نسبة الدين الناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية، وده أمر مهم إن يكون عندنا خفض أيضا، إنه نقلل من الفاتورة والترشيد ونرشد الإنفاق الحكومي، لازم ده يتم. سيادة الرئيس إدى توجيه بهذا الأمر، وده أمر كمان إيجابي. والحفاظ على استمرار انضباط اداء الماليه العامه للدوله، والتركيز على ايه بقى الفتره الجايه. يعني الرئيس بيقول لهم خفضوا رشدوا الانفاق الحكومي، ولكن اعملوا ايه؟ دعم وتعزيز برامج الحمايه الاجتماعيه. يبقى انا المواطن هنا اللي انا واخد بالي منه كرئيس للدوله بقول له خفض رشد انفاق حكومي، ولكن خلي بالك من الحماية الاجتماعية بتاعت الناس المواطنين اللي احنا عنا عليهم، لازم ده دعم. يبقى انا هنا بدعم الانفاق للبرامج الحماية والاستثمارات عشان دي بتشغل ناس، والاستثمارات عشان بعمل مشروعات منها للمواطنين. فهنا الرئيس بيقول لهم ايه؟ سيادة الرئيس بيقول لهم ايه؟ دعم برامج الحماية الاجتماعية مش هنوقفها، لا ده احنا مستمرين وهندعمها اكتر. استثمروا استثمارات اللي هي ايه؟ انفاق وكحكومة ووزارات. يعني انا لما اجي عايز مشروع عندنا في شطورة، انا بقوله لما اطلب من سيادة الوزير كام الوزير يعمل لنا طرق في شطورة، او يعمل لنا محط سكة الحديد في شطورة، او من الدكتور محمد عبد العاطي وزير موارد مالية يعمل الترعة في شطورة، او من المحافظ يعمل لنا حواجز، او اللواء طارق طبعا يعمل لنا الحواجز عشان الترعه والولاد الصغيرين ما يغرقوش ولا يقعوا في الترعه مثلا. يعني نعمل ايه الكلام ده؟ يبقى ده هنا في استثمارات، دي فلوس الدوله بتاخد موازنه الدوله. يعني هنا يبقى في موافقه منين؟ من وزاره التخطيط، او الوزارات عندها تمويل او عندها اموال تنفق على هذه المشروعات. ما ده استثمار، بيعمل لك مشروع في بلد في قريه، ده استثمار، فلوس يتم انفاقها اهو. فنقدر نشوف الكلام ده بيتم ازاي. فهنا فيعمل لك المشروع ده في انفاق بيتم، في فلوس، في ملايين بتدفع هنا. فيبقى عندك يجي لك مثلا 20 مليون للطرق مثلا، عندك 7 8 10 مليون لترعه مثلا، 6 7 مليون للحواجز اللي على جانبي الترع مثلا، بدي مثال. يعني انا بتكلم حتى لو حاجه بتكلم عنها على الهوا. فنشوف الكلام ده ايه معناه.
معناه ايه؟ فهنا الرئيس بيقول واصلة استثمارات لتعظيم، كمان نعمل ايه؟ عندي كمان استثمارات عشان الانتاج، ما انا بعمل استثمارات اهو، يعني بعمل استثمارات حكومية من الوزارات في المحافظات واستثمارات اخرى عايزها الانتاج، عايز يزود الانتاج. ما انت النهاردة اهم حاجة عندك في البلد تعمل ايه؟ تعمل حاجتين، تعمل او حاجتين اساسيتين، ان حضرتك تزود انتاجك، تصنيعك، انتاج وبالتالي تصنيع وبالتالي صدر. كلما زادت صادراتنا زودنا انتاجنا زادت صادراتنا. الرئيس اللي بيتكلم عليه النهاردة اعملوا استثمارات عشان تعظيم الانتاج وبالتالي يبقى عندي فرص عمل. سيادة الرئيس بيتكلم امبارح لما كنا مع سيادتي امبارح بحضور رئيس الوزراء ووزير النقل امبارح على ملايين اللي بيشتغلوا فرص العمل. اذا انا ما عنديش انتاج وما عنديش فرص يبقى انا هشغل الناس فين؟ لو انا ما عنديش مشروعات الناس هتشتغل فين؟ هتقعد في البيت مش كده؟ او ممكن تعمل حاجة تانية مش كده؟ فهذا الاجتماع امبارح كان الرئيس ايضا بيتكلم فيه على ده. طيب انفاق على برامج الصحة، والرئيس امبارح كان بيقول لنا بشكل واضح يا جماعة الحاجات جنب بعضها، الصحة، التعليم، الزراعة، الاسكان، اللي كذا، النقل والكهرباء، حطوا الحاجات دي كلها جنب بعضها، حطوا الحاجات دي جنب بعضها، اعرف انت الصورة اللي قدامك دي ما الذي تحقق وما الذي يتحقق في هذا الوطن، ايه اللي بيتم، فتبقى حضرتك عارف البلد النهاردة بتشتغل في انهي اتجاهات. هل الاتجاهات اللي شغال عليها، البرامج اللي شغال عليها برامج الحماية الاجتماعية؟ لا، شغالين وهنزود. استثمارات محتاجينها؟ ايوه، ونزود واشتغلوا واستمروا. طيب السلع الاساسية موجودة عندي؟ ايوه، وتبقى موجودة 6 شهور، مش شهر ولا 2، 6 شهور. بعض الدول النهاردة بتتكلم عندها مثلا وقود يكفيها لمدة 2 يومين، بعض الدول. انا ما عنديش ازمة في هذا المجال، ازمة وقود الحمد لله ما عندناش رغم ارتفاع اسعار الوقود في العالم. السعر النهاردة بنتكلم 115 117 120 برميل، نزل شوية طلع شوية بيطلع، لكن بندور ما فوق ال 110 دولار للبرميل الواحد، وانا بستورد كام؟ 100 120 مليون برميل في السنة. طيب اضربوا حضراتكم الفاتورة دي قد ايه؟ طب هل ده حد اتكلم؟ لا، ولكن على الاقل تبقى احتياجات الشعب موجودة في كل شيء بالمناسبة، مش على حاجة واحدة. دولة مثلا زي تركيا، تركيا بلد عندها صادرات بأكتر من 200 مليار دولار، عندها النهاردة عجز تجاري بيرتفع 184%. تركيا، بكلمك على تركيا، دولة اللي عندها صادرات تزيد عن 200 مليار دولار، بكلمك على دول أخرى، بكلمك على ألمانيا مثلا. حضرتك أدي تركيا، التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى كذا، وكمان في خبر تاني حوالين العجز التجاري يرتفع 184%. بكلمك دولة عندها إنتاج وعندها تصنيع وعندها صادرات تزيد عن 200 مليار دولار، تركيا من الدول الـ20 الاقتصاد في العالم، تركيا. ولكن شوف معدلات التضخم عندها ايه؟ اكتر من 78%، 78.6%، 6.10%. عجز تجاري اهو في تركيا ارتفع 184% الشهر اللي فات. بكلمك على دولة من الدول الـ20 الاكبر اقتصاديات في العالم واللي عندها صادرات اكتر من 200 مليار دولار. بريطانيا النهاردة بتتكلم على مشاكل والفقر والفقراء واعداد الفقراء وزيادات في الفقراء كل، والمانيا النهارده عندها مشاكل تانية في حاجات كثيره جدا ومصانع ممكن تتوقف، حاجات كتير. امريكا اليومين ثلاثة اللي فاتوا عشان عندهم احتفالاتهم بعيدهم، العيد الوطني الاستقلال 4 يوليو، النهارده يعني اجازات الايام اللي فاتت، مئات الرحلات في امريكا اتاخرت او اتأجلت نتيجة لإيه؟ في مشاكل في المطارات، مفيش موظفين كتير، في مشاكل في حاجات كتير وبالتالي مئات الرحلات اتلغت. بريطانيا عندهم مشاكل ضخمة جدا عشان موظفين والأجور والمرتبات والإضرابات والحاجات. بكلمك على دول النهاردة، دول الكبيرة بنتكلم عليها، دول العظمى النهاردة بقى كلها عندها أزمات كبيرة جدا،
كل النهارده بيتعرض لها. المانيا النهارده بتتكلم على مشاكل كبيره، بيتكلموا على الـ 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 طبعا الصناعه هتتعرض لمشاكل في المانيا. بيتكلموا النهارده على التدفئه وملايين من الشقق في المانيا هيبقى عندهم ازمه في الغاز والتدفئه. لو نتكلم الشهور اللي جايه هيبقوا محتاجين ده. صناعات ممكن تتوقف في المانيا، كيماويات ممكن تتوقف في المانيا. بقول لك دوله واحده من الدول، مش اكبر اقتصاد في اوروبا، اللي يقود الاقتصاد الاوروبي المانيا. ما بالك دوله زي المانيا، انا بتكلم على مصانع قد تتوقف، عندهم مشاكل في المنازل في البيوت بتاعتهم كمان، انه يبقى عندهم مشاكل في اكتر من 20 مليون وحده سكنيه تتعرض لمشاكل. طبعا كل ده نتيجه لامدادات الغاز الروسي. روسيا بتعمل دلوقتي مشاكل للدول وبتاخد هذه الاجراءات، وبالتالي تؤثر على الحركه وعلى الاقتصاديات في العالم، ومنها دوله كبيره زي المانيا. ايه القادم بالنسبه لها وبالنسبه لغيرها؟ النرويج، النرويج النهارده بتتكلم على الاضرابات، وبتتكلم على انه 13% هيكون عندهم مشاكل نتيجه لهذه الاضرابات. صادراتها الغاز هتتاثر نتيجه الاضرابات، وبالتالي اغلاق بعض حقول بسبب الاضرابات اللي هتبدا بكره، وهيبقى في حقول خاصه بالغاز هتتوقف، وده هيؤثر على الانتاج او على الصادرات بنسبه 13%، وانخفاض انتاج النرويج من الغاز بمقدار 292 الف برميل في اليوم، وبالتالي هيؤثر على الصادرات النرويج من هذا، وهي ثاني اكبر مورد للغاز في اوروبا او الى اوروبا الغربيه، وانه ده هيؤدي الى اضطرابات كمان بالاضافه لروسيا. ادي النرويج ايضا هيبقى عندهم مشاكل كثيره. كل العالم بيتكلم في هذا الامر، كل العالم النهارده بيشوف الكلام ده، والعالم يستعد طول ما الازمه الروسيه الاوكرانيه موجوده، فالجميع هيواجه هذه الازمات. احنا بنشوف ده مستمر، وكمان كورونا الايام اللي فاتت بدات تزيد، بدا حالات كورونا تزيد. وزاره الصحه المصريه طلعت بيان من كام يوم قالت انه حالات كورونا في مصر بدات تزيد اكتر من 6% خلال الايام الماضيه. يبقى احنا كمان لازم نخلي بالنا. بعض الدول منها فرنسا بدات تعمل اجراءات اخرى، قيود اخرى عشان كورونا والحالات اللي بدات تزيد. ايه اللي بيحصل في العالم؟ انت هتلاقيها من الحرب الروسيه الاوكرانيه او موجات اخرى من كورونا ممكن تعود، او حالات بدات تعود. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. ضيوف الرحمن بكره هيكون اخر رحلات تصل الاراضي المقدسه الى الاراضي المقدسه من الحجاج. المملكه العربيه السعوديه اعلنت غدا الساعه 12 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه هتكون اخر رحلات تصل الى تستقبلها المطارات السعوديه من خارج المملكه، استعدادا لمناسك الحج يوم الجمعه الركن الاعظم وقفة عرفات. كل سنة وحضراتكم دايما بألف خير. عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يوم السبت القادم. كل سنة وحضراتكم بخير. أجازة طويلة في الحكومة المصرية أعلنها النهاردة رئيس مجلس الوزراء، تستمر أيام طويلة. منتظرين القطاع الخاص كمان يدي أجازات، البنك المركزي لسه كمان منتظرين يدي أجازات، وبالتالي هتكون في مصر كمان أجازة طويلة في العيد، عيد الأضحى المبارك. بندي الناس اجازه، الناس تستريح شويه، يعني ياخدوا اجازه يستريحوا شويه، وبالتالي يعني لمده عده ايام. اجازه الحكومه طويله جدا، وزي ما بقول لحضراتكم طبعا ايه ممكن يتواكب ايه ممكن كذا، لكن على الاقل احنا الحمد لله بنتكلم على بلد الحمد لله وضعها الحمد لله مستقر الحمد لله وامن. ولكن زي ما بقول كده، الناس اللي كانوا بيراهنوا البلد دي ممكن تروح فين؟ البلد دي امبارح بتفتتح مشروعات بسم الله ما شاء الله، اكبر محطه في قاره افريقيا والمنطقه، محطه عدلي منصور، المحطه الاكبر الاضخم. بنتكلم على شغل بيتم، العالم بيتكلم على عنده مشاكل غاز وعنده ما هيوقف صناعات، دول كبيره بتكلم على دول كبيره جدا، ولازم نبقى عارفين الناتج القومي او المحلي لهذه الدول. مش عايزين نتكلم على علينا ونتكلم عليهم، ولكن لا مش عايزين نعمل هذه المقارنات، بس حضرتك تبقى عارف اللي انت بتعمله لا يتناسب مع دخلك او على انتاج بتاعك او الناتج بتاعك او دخل مصر.
لكن فضل ربنا، كرم ربنا. فالعالم هنا بيتوقف وهناك الكل بيتكلم على الأزمات، وإحنا هنا بنشتغل. ودي قوة الدولة المصرية إنك قدرت تعمل هذا التوازن. وتاني في نفس الوقت اللي أنت بتتكلم فيه، ما أنت النهاردة ما ينفعش إن أنا أجي أقول يوم من الأيام بلاش هنا وبلاش هنا ونقلل هنا ونشتغل هنا ونستنى هنا. طب والناس اللي عايزة تعيش؟ المواطن اللي محتاج النهاردة بينزل الصبح يروح شغل عشان يرجع بفلوس لأولاده يشتري احتياجات ولاده، داخلين على عيد عايز يجيب لحمة لأولاده، من حقه يجيب اللحمة، من حقه يجيب لحمة، من حقه يوفر مصاريف لأولاده اللي عايز يصيف منهم، يصيف حتى يروح أي مصيف. ما احنا عندنا مصايف لكل المصريين، ما حدش يقول لي ما بعرفش أصيف، لا احنا عندنا المصايف لكل الناس من الطبقات، كل الطبقات ليها المصايف اللي هي عايزاها. من أول حضرتك ما تروح مصايف بالمجان، شواطئ بالمجان، بتروح شاطئ بالمجان مش هتدفع، شاطئ بخمسة جنيه لكل المصريين اللي عايز، وعندك شاطئ أخرى اللي عايز يدفع أكتر، وبالتالي عندك لكل حد ناس عايزة أجازة ما ياخد أجازة، حقه ياخد أجازة، اشتغل طول السنة وبالتالي له حق أنه يلا بينا نطلع أجازة، اطلع أجازة وعيد. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم دي البلد اللي احنا نقدر نتكلم عليها النهاردة بتعمل إيه مصر في ظل هذه الأزمات اللي تضرب العالم كله، مش مصر بس، العالم كله، ولكن فضل ربنا واقفين وثابتين. فاصل. برجع مع حضراتكم مرة تانية، نتابع اجتماع السيد الرئيس اليوم مع المجموعة الاقتصادية ثم أعود لحضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021-2022. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021-2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020-2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020-2021 إلى 32.8%. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه سيادته باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
النهارده مجلس النواب كان فيه قانون مهم خاص بالضرائب والتجاوز عن مقابل التأخير بالنسبه للضريبه والحاجات الاضافيه الخاصه بالضرائب. النهارده تم مناقشه هذا الامر في مجلس النواب، وكان المجلس زي برئاسه مستشار دكتور حنفي جبال النهارده وافق بشكل نهائي على مشروع القانون الخاص من مقدم الحكومه بالتجاوز عن مقابل التاخير والضريبه الاضافيه وبعض الاجراءات الخاصه ايضا في هذا القانون، وتمت الموافقه اليوم. وكان في النائب محمد ابو العين وكيل المجلس كان ايضا تحدث حوالين هذا التعديلات او مشروع القانون، واتكلم على تشجيع ازاي نشجع الاستثمار، ازاي النهارده يكون في التحديات العالميه اللي بتفرض نفسها على العالم ومنها مصر كمان، ازاي نساعد الاقتصاد ونساعد الاستثمار في هذه الظروف، وازاي كمان يكون في دعم للمشروعات المتوسطه والصغيره. واتكلم كمان على انه هذه الازمه العالميه محتاجة أيضا إجراءات داخلية. أنت النهاردة بتتكلم على استثمار، ولكن الاستثمار اللي موجود بحسب الأرقام المعلنة مش ده الاستثمار اللي مصر عايزاه ولا للدولة طموحة أن يكون هذا الاستثمار موجود. عايز تدعم النهاردة الصناعة، عايز تدعم الإنتاج، عايز تدعم لو عندك مصانع مغلقة إزاي هذه المصانع ترجع، إزاي النهاردة تتيح كل الإجراءات الخاصة بعملية الانتاج اللي سيادة الرئيس بيتكلم عليها النهاردة. يبقى عندي انتاج استثمار، عندي انتاج، عندي فرص عمل واعدة. كل ده ازاي لازم دعم هذه القطاعات فيما يتعلق بضرائب او حتى حاجات اخرى غير الضرائب. ويمكن دي بعض الناس اللي بتشتكي من هذه الاجراءات كان لها مطالب كثيره في الفتره الماضيه، لكن هذا القانون النهارده اللي تم الموافقه عليه هيساعد كثيرا فيما يتعلق بدعم هذه القطاعات الصناعيه والاستثمار. نتابع هذا، نشوف ايه اللي حصل النهارده في جلسه مجلس النواب، النائب محمد ابو العنين وايضا النائب محمد صلاح ابو هميله. النائب محمد ابو العنين. شكرا سياده الرئيس. ساده الزملاء، أحييكم على ما قدمتموه وإحساسكم بالشارع المصري، وخصوصا ذوي الدخل المحدود اللي تفضلتوا بيه، وموقف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ومش سر بنتكلم عنه، لا ده احنا بنتكلم على أعباء إضافية كبيرة جدا، أسباب التضخم والكساد العالمي، الركود التضخمي، ارتفاع التكاليف بشكل مفاجئ، ارتفاع اسعار الصرف، ارتفاع اسعار الفايده. الحقيقه كل ده اثر على حركه الاستثمارات، وبدانا نشعر ان هناك ازمه حقيقيه، وخصوصا بالارقام اللي بنتكلم عنها النهارده في ارقام الاستثمارات بدات تتناقص، وده مؤشر الحقيقه مش مؤشر مرغوب فيه. لكن انا عايز اتكلم عن الاثر الاقتصادي بعيدا عن الاثر المالي اللي تفضلتم بيه. الاثر الاقتصادي احنا عاوزين ندخل بقدر المستطاع اكبر كم ممكن يستفيدوا من دائره تطبيق هذا القانون. اللي حاصل دلوقتي ان احنا خرجنا تقريبا اكثر من 50% منه، لان القانون بالشكل ده مش هيحقق الغرض الاقتصادي منه. انا عاوز ادفع عجله الاقتصاد الى الامام وجري المشروعات الصغيره وخفف الاعباء بقدر المستطاع، لان هو في كل الحالات مش هيدفع. المتعسر اللي مش قادر يدفع اصل الدين مش هيدفع الاصل زائد غراماته، وبالتالي الكم الكبير من المبلغ اللي بيتكلم عنه، اصل الدين كام، اصل ربط الضريبي كام، واصل الفوائد اللي اضيفت عليه خلال السنوات دي كلها كام، والمتوقع بالدراسات هيتسدد ولا لا. ثانيا، كم القضايا اللي موجوده في المحاكم قد ايه؟ القضايا كبيره جدا، ويمكن قانون زي ده يعمل انفراجة في كثير من القضايا انها تتلم. انا ارجو واطالب الحكومه إعادة النظر في القانون كله، سواء كان في 50% أو في مدة السداد اللي احنا بنتكلم عليها. إذا ما كناش نقدم دلوقتي وسط كل الظروف اللي احنا عايشينها، هنقدم إمتى؟ في أزمة كبيرة، والأزمة هتطول، ومش في مصر بس، لا دي أزمة على مستوى العالم. أنا أرجو إن إعادة النظر سوف تعطي إشارة ورسالة إلى مناخ الاستثمار بصفة عامة،
وإلى كل من لديهم مديونيات أو مشاكل محدودة الدخل مع الدولة بصفة خاصة. أنا بالحقيقة بقول مؤكد مرة أخرى، إحنا في انتظار مبادرة جديدة من الحكومة. سيادة النائب محمد أبو هميلة. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية بنتقدم بوفر الشكر والتقدير لمعالي النائب الدكتور فخري الفقي على التقرير، وكل السادة أعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي. حسب الرئيس، الحكومة لازم تبقى مرنة جدا في موضوع تحصيل الضرائب. الموقف الاقتصادي في العالم كله مش في مصر بس، يعني موقف كلنا عارفينه، والمولين الحقيقة سواء مستثمرين أو غيرهم ربنا يعينهم، يعني بعض المصانع متوقفة، بعض المصانع لا تجد مستلزمات الإنتاج. فيعني أرجو من الحكومة تبقى دايما مرنة في تحصيل الضرائب. سيادة الرئيس، الحقيقة القانون طبعا ما حدش يقدر ما يوافقش عليه، إنما لينا ملاحظات على هذا القانون. الحقيقة أول ملحوظة، أنا مش عارف، يمكن أول لجنة في السبع سنين اللي تشرفنا بعضويتنا في هذا المجلس إن ما يحضرش حد من المسؤولين في الوزارة التي يناقش فيها القانون. الحقيقة أنا ما حصلش في أي لجنة قبل كده جت هذه الملحوظة، ومش عارف يعني إيه ما يحضرش مسؤول وزارة المالية مناقشة قانون مهم زي كده. الحاجة الثانية، الحقيقة سيادة الرئيس، يمكن القانون محدد 15/7، احنا النهاردة 4/7، القانون لغاية ما يصدر هيكون 15/7، ده بقيله يومين ثلاثة، فلازم هذه المدة نمدها شوية. أيضا سيادة الرئيس، من القانون لم يتضمن التجاوز عن مقابل التأخير في الضرائب الإضافية المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008، اللي هو قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأيضا قانون الجمارك اللي هو 207 لسنة 2020. أيضا سيادة الرئيس، يمكن المدة اللي الملاحظات دي مهمة جدا ان احنا نتداركها قبل اصدار هذا القانون. وايضا بقترح سيادة الرئيس بعد اصدار هذا القانون ان تقوم وزارة المالية بحملة اعلامية كبيرة جدا عشان الممولين تعرف ان اللي هيسدد دين الضريبة الاصلي هيخصم منه 50% او يعفى من 50%. لازم نعمل يعني وزارة المالية تتولى هذه الحملة الاعلامية وبسرعة تعد ليها من دلوقتي. ايضا سيادة الرئيس، الممول المنضبط اللي سدد الضرائب بتاعته وسدد الغرامات، طب موقفه ايه؟ يعني الراجل ده اللي كان ملتزم. عموما برغم من هذه الملاحظات، لان انا القانون طبعا مهم بالنسبه للممولين، وباسم الهيئه البرلمانيه لحزب الشعب الجمهوري وافق على هذا التعديل. سيادة الرئيس، خلينا نروح نطمئن على الوضع الصحي وكورونا واوضاع كورونا. دكتور محمد عطا، جديد مستشار السيد رئيس الجمهورية، مساء الخير على حضرتك. استاذ احمد، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة ومصر كلها يا رب خير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. عايزين نطمئن على الوضع، لانه طلع بيان من وزارة الصحة اليومين اللي فاتوا بيتكلم على زيادات في اعداد المصابين، والنهاردة الناس بالفعل بدأت تتكلم انه في حالات بتزيد في كورونا. ايه السبب؟ والاعداد هل مخيفه ولا لازم نبقى عاملين احتياطاتنا كمان في ظل اجازه طويله جايه، اجازه العيد، ودايما كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل يا فندم. كنت طيب يا فندم. طبعا هناك زياده فعليه في عدد الحالات على ارض الواقع يعني، ومعظم الحالات الحقيقه حالات بسيطه، وفي بعض الحالات متوسطه، لكن معظمها حالات بسيطه. حوالي 90% من الحالات حالات بسيطه. لكن بالنسبة للأعداد هناك زيادة في عدد الحالات، يعني مقارنة بأسبوعين، الأسبوع اللي فات كانت زيادة والأسبوع ده زيادة أكتر شوي. نعم. فبأكد تاني اللي ما قلته لحضرتك قبل كده، إن وباء الكورونا مازال موجود عالميا. وأيضا مازال موجود محليا. نعم. لم يختفي لا من العالم ولا من عندنا. واحنا دولة كبيرة، دولة يعني مفتوحة، عندنا يعني كل اسبوع مثلا لا يقل عن 500,000 او اكثر شوية من المسافرين جايين من الخارج من كل بلاد العالم، سواء للسياحة او للزيارة او للعمل. فاذا نتيجة الانفتاح العالمي، نتيجة ان الوباء مازال موجود عالميا، فاحنا مازال مرض الكورونا موجود في مصر. وفعلا هناك زيادة
بتقدر بحوالي ما بين 7-8% بتزيد تقريبا يوميا. فاذا يجب عمله في مصر ان احنا نستمر في الحرص والاحتياط والاحتراز والوقاية حتى لا تزيد عدد الحالات. التجمعات المتوقعة في فترة العيد عيد الأضحى كل عام بخير والمصايف وانتهاء الامتحانات كل دي سوف تشهد تجمعات كبيرة جدا. نرجو ان احنا كلنا نخلي بالنا ونحتاط، واي حد يصاب بأي أعراض تشابه الكورونا أو يثبت أنها حدث كورونا، لأن الحقيقة أستاذ أحمد الأعراض في معظم الحالات تشابه كثيرا الإصابة بإنفلونزا الموسمية البرد العادي. يعني بتبقى فيه ألم في الزور، بعض السخونة، عطس ورش، ألم في الجسم. طبعا بما أننا في وباء الكورونا الاحتمال بيبقى موجود في بعض الحالات، لو في أشخاص مخالطين لمريض كورونا يبقى الاحتمال أكبر. فإحنا كل اللي مطلوب مننا الفترة اللي جاية حتى لا تزداد الحالات إن إحنا نستمر في الوقاية. المريض اللي بيصاب هياخد العلاج بوصفة طبية طبعا، ويبقى في نوع من العزل دي عشان ما يخرجش ويصيب الآخرين أو يصيب أفراد أسرته. يعني سيادة الوزير احنا بنتكلم على تحور جديد ولا متحور اللي موجود عندنا هو اللي ادى لهذا الامر الزيادات؟ هو اوميكرون بس كان سيادتك استاذ احمد الفيروسات عندها قدره كبيره جدا وهي ليس بجديده انها تتغير وتتحور. هي عايزه تعيش وعايزه تقاوم مقاومه الجسم وعايزه تقاوم مقاومه التطعيمات. فاحتماليه يعني متحورات فرعية وجانبية من أوميكرون موجودة طبعا وتحصل. فده توقعات يعني مش غريبة، والدليل انها مسألة أوميكرون ان معظم الحالات حالات بسيطة ويعني مفيش حالات كثيرة احتاجت لدخول المستشفيات. طيب سيد وزير، هل ده الاعداد اللي بتزيد يعني بالنسبة لنا مؤشر خطير ناخد بالنا اكتر، نلبس كمامات اكتر؟ انه زي ما حضرتك عارف طبعا بقينا دلوقتي بنسبه تزيد عن 99% ما حدش بيلبس دلوقتي كمامات بصراحه الا نادرا. تمام حضرتك، يعني التوقع البوابائي ان شاء الله ما يكونش فيه يعني زياده غير طبيعيه او زياده حاده. انما السلوك بتاع الفيروس الكورونا على مدى السنتين ونص اللي فاتوا بيقول ان ممكن يحصل اي حاجه. فعشان يعني نتفادى هذه اي حاجه ونستمر في ان الحالات تبقى بسيطه او بسيطه الى متوسطه، انا بنصح في وجود تجمعات او مخالطه مريض او دخول الى منطقه مقفوله يفضل كثيرا نستمر في استخدام الكمامات من ناحيه والمواد المتاخره بقدر المستطاع من ناحيه اخرى. طيب هل سيادة الوزير النهارده نتكلم على ممكن محتاجين مستشفيات، يعني لانه الفتره اللي فاتت لغينا بعض المستشفيات وحولناها لاستقبال الحالات العاديه، هل محتاجين النهارده فتح مستشفيات اكتر ولا الامر لا يستدعي هذا الكلام؟ لا سيادتك، هو احنا ما لغيناش، ما اتلغتش يعني. انت المستشفى هي مستشفى. لو حبيت في اي وقت تحول جزء منها الى مكان لعزل الحالات او علاجها تقدر تعملها. لو حبيت تعود الى بعض المستشفيات وتتحول الى مستشفيات عزل علاج حالات كورونا تقدر تعملها. فاحنا الخطه اللي موجوده يا استاذ احمد هي خطه تبادليه، بحيث ان احنا عندنا استعداد في اي، وده على فكره حصل في المرات اللي فاتت. يعني انت كنت بتضيف مستشفيات جديده او اقسام جديده اذا احتاج الامر لهذا. فاحنا دايما بنوصي باستمرار، الاستعداد موجود. طب النهارده لو حصل بعض الحالات هتوديهم فين؟ والخريطه التبادليه لاستخدام اماكن العزل او المستشفيات موجوده. الرعايات المركزه الخاصه بهذا الموضوع موجوده. والحاجه الثانيه ان احنا دايما بنطمئن باستمرار على رصيدنا الاستراتيجي من الادويه والمستلزمات والمستهلكات والمواد التي تستخدم في التعامل مع هذه الحالات. اللي هي قد ايه دلوقتي اللي عندنا؟ لا عندنا كمية كبيرة حضرتك في كل مكان، وعلى فكرة هذه المستلزمات في جزء احتياطي استراتيجي
وجزء آخر موجود في كل مكان في كل المستشفيات على مستوى المحافظات. النهاردة وصلنا تطعيمات أدية تقريبا؟ لا ما شاء الله احنا وصلنا عدد ضخم جدا ويعني احنا يمكن عدينا 60% اللي خدوا الجرعتين وعندنا عدد اكتر يعني يمكن وصلنا ل 90 مليون جرعه تهدف في مصر. نعم. وفي ناس خدت الجرعه الثالثه. نعم. وما زال كميه الاحتياط الاستراتيجي من كميات التطعيمات موجوده من جميع انواع اللقاحات استعدادا لاي طارئ او استحداث جرعات جديده من هذه اللقاحات. مساله انه اللي مر عليه 6 شهور اخذ تطعيم انه لازم يروح مره ثانيه ياخذ تطعيم. علميا او طبيا او صحيا ماذا يعني هذا الكلام؟ واحنا بننبه الناس وبنقول لهم انهم يلجأوا لهذا الاجراء. هو ده تاكيد لحضرتك لان انا من زمان قوي قلت لسيادتك ان هذا التطعيم بيشتغل يعني في المتوسط حاليا من 4 ل6 شهور. نعم. فالفئات الاكثر عرضه للمخاطر او اللي احنا دايما بنسميها الفئات يعني الخطره اللي هي عنده امراض مزمنه، كبار السن، اللي عنده أمراض مناعية، اللي بياخد أدوية مناعة. نعم. يعني يفضل كثيرا أن ياخد الجرعة الثالثة. نعم، يفضل ياخد الجرعة، اللي خد جرعتين ياخد الثالثة. بالظبط كده، اللي فات عليه من 3 إلى 6 شهور. نعم. يستطيع أن ياخد الجرعة الثالثة. نعم. والطعوم متوفرة، اللقاحات موجودة وبسهولة ويسر جدا يستطيع أن يحصل على هذه اللقاحات وهي بالمجان في كل مراكز اللقاحات. ده النهارده بنتكلم حمله طرق ابواب اللي هي بتروح للناس البيوت المحافظات، وكان معانا الدكتور خالد ابو فار من كام يوم قال لنا كمان رايحين المصايف، كل المصايف هنروح عشان نطعم الناس في المصايف اعتبارا بدايه هذا الشهر. انا هذه الفكره او هذه الطريقه لطرق الابواب او اللي احنا سميناها زمان من باب لباب او من شقه لشقه. نعم. احنا بداناها من زمان قوي في قضيه تطعيم ضد شلل الاطفال. نعم. وما زالت مستمرة وأصبحت يعني منهج يستخدم في هذه اللقاحات لما اللقاحات أصبحت متوفرة ونستطيع أن نطرق الأبواب. إحنا بنساعد الناس، بنشيل العبء عنهم، بنقول لهم هذه اللقاحات وإحنا جايين لكم لغاية عندكم. نعم. يعني تسهيل وتيسير للحصول على هذه اللقاحات. ست وزير، الكام يوم اللي فاتوا بنلاقي بعض الحالات ناس عندها درجة حرارة وتستمر 4-5 أيام بدون كورونا، يعني ما لهوش علاقه بكورونا، مش مصابين كورونا، عملوا تحليل وبي سي ار وكله ما بقوش لكن قريب من اعراض كورونا. ايه الحكايه؟ هل ده فيروس جديد ولا ايه؟ لا، الانفلونزا الموسميه حضرتك بتدي نفس الاعراض. يعني سيادتك يعني نفس الاعراض تقريبا. احنا بدانا نشتبه في كورونا لان الوباء موجود. نعم. نمره 1، نمره 2 بدأ لنا بعض الحاجات اللي خدتش تدينا شبه ان دي كورونا. مع التأكيد بقى النقطة الثالثة المهمة جدا ان قد يكون البي سي ار نيجاتيف لكن العيان عنده كورونا. لان البي سي ار بيدي 63%. نعم. وفي واحد تعمل له بي سي ار النهارده يطلع نيجاتيف وبعد كام يوم يطلع بوست. فسيادتك طالما هناك اشتباه وسواء هي انفلونزا موسمية او اعراض انفلونزا، احنا بنسميها انفلونزا لايك سندروم، يعني اعراض كلها تشابه الانفلونزا. نعم. جميع الفيروسات قد تؤدي الى نفس الاعراض. فسيادتك الاشتباه يبقى نمره 1 كورونا، نمره 2 انفلونزا موسميه، والاثنين امراض مؤديه، والاثنين يستوجبوا الحفاظ والراحه والعزل. نعم. وثالثا الاثنين يحتاجوا لعلاج. وطبعا الطبيب المعالج بيقدر يحدد دي التهاب فيروسي ولا التهاب فيروسي زائد التهاب بكتيري. نعم. الاولاني بنديله ادويه ضد الفيروسات والثاني لازم نديله مضاد حيوي. طب سيادة الوزير، عندنا مناسبتين مهمين وانا عايز روشته من حضرتك لضيوف الرحمن. النهارده عندنا 1,000,000 موجودين في الاراضي المقدسه استعدادا للركن الاعظم يوم الجمعه القادمه وقفه عرفات، ثم ايضا العيد، واحنا هنا في المصايف والعيد بنقول لهنا ايه ولهنا ايه؟ النصايح اللي هي 1 2 4. بلاش 3 يعني؟ كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. كل يعني المصريين وكل الحجاج ربنا يرجعهم بالسلامه وتقبل منهم. امين يا رب. كثيرين منهم اتعمل الاتي.
أولا خدوا مجموعة من التطعيمات تقيهم من بعض الأمراض التي تنتشر عادة في التجمعات الكبيرة زي موسم الحج. نمرة خدوا تطعيم الكورونا، في ناس خدت تطعيم الإنفلونزا الموسمية، التهاب السحائي ومجموعة أخرى من التطعيمات. ثانيا يعني كل اللي سألنا وكل الأحباء اللي سافروا وقلنا لهم تعملوا إيه، الاحتياطات إيه، الوقائية والطافة إيه، واستخدام الكمامات وعدم بقدر المستطاع الوصول إلى التجمعات، ثم لو حصل إيه تاخد إيه، يعني بعض الأدوية الوقائية للاستخدام في مثل هذه الحالات. فالحقيقة وطبعا الحاجة المهمة تانية يا أستاذ أحمد إن الفرق الطبية المصرية يعني موجودة في كل مكان وكل تجمع للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، سواء في جدة أو في المدينة أو في مكة المكرمة. وطبعا هيكونوا موجودين في عرفات إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع ويعودوا بالسلام. آمين يا رب. فبقدر المستطاع الاحتياطات الوقائية لموسم الحجة الحقيقة اتعملت كويس جدا. قد هذا لا يمنع أن بعض الناس تصاب ببعض الإنفلونزا أو الزكام أو التهابات أو الكلام ده. الفرقة الطبية هناك جاهزة بالمعدات والأدوية للتعامل مع هذه الحالات. نعود إلى هنا في مصر. أرجو أن في التجمعات في السواحل والمصايف أو التجمعات العائلية بقدر المستطاع نراعي احتمالية أن يكون موجود عدوى أو واحد من المخالطين يكون عنده إنفلونزا أو برد أو زكام، فنخلي بالنا يعني بقدر المستطاع التباعد شوية. لو حد عنده برد أو زكام يا إما ما تجمعش مع الناس أو يستخدم الكمامات، والأفضل إن هو يستنى لغاية ما الأعراض اللي عنده تروح، وإذا ظهر أي أعراض لابد أن يلجأ فورا إلى المشورة الطبية. والموضوع بسيط جدا والعلاج معروف واحنا عارفين ايه الادوية اللي نديها في مثل هذا الحالات، وعندنا الادوية التي نعالج بها الاعراض ونعالج المضاعفات، وفي ادوية ضد الفيروسات بنستخدمها حاليا، وربنا الحقيقة كرمنا ومدينا كل هذه الامكانيات للوقاية من هذا المرض. لكن احنا لسنا امام موجة جديدة من كورونا، ما نقدرش نقول كده، لكن نقدر نقول ان في زيادة. انا ما اقدرش اقول موجة الا لو استمرينا في الزيادة. والزيادة دي كانت مطردة يعني عمالة تزيد تتضاعف مثلا ولغاية ما توصل لأعداد كبيرة. احنا لم نصل حتى الآن إلى هذه المرحلة، ونتمنى ألا نصل إليها، لكن لا نستطيع أن نقول أنها لن تحدث، لأن ما في سلوكيات هذا الفيروس ومدى تم تابعناه على مدى الموجات السابقة ملوش يعني في أعراض احنا عارفينها، في توقعات، انما لازم دايما احنا عندنا يعني الحرص والشك والاحتياط من اي احتماليه، فلازم نخلي بالنا. هل وارد يكون عندي جرعه رابعه موجوده؟ ما هو الشك زي ما قلت لحضرتك فتره التطعيم بتمتد من 4 لـ6 شهور. فاحنا لو الناس اللي طعمت اليومين دول على شهر اكتوبر ان شاء الله، هل فعلا سوف يتحول هذا الفيروس؟ هو طبعا فيروس ده هيبقى فيروس مجتمعي موجود خلاص في العالم كله. انما اذا انتهى الوباء، هل الفيروس ده، ما في فيروسات كتيره للجهاز التنفسي اكثرها واخطرها الانفلونزا الموسميه اللي بتاخد تطعيم كل سنه. فهل احنا نحتاج بدل ما بندي انفلونزا موسميه بس ندي انفلونزا موسميه زائد فيروس كورونا؟ ده بتوقف على دراسه ومتابعه وترقب ما يحدث من هذا الفيروس خلال الشهور القادمة. دكتور محمد عطا جدين بشكرك شكرا جزيلا، مستشار السيد رئيس الجمهورية، كل التحية لحضرتك. يبقى نخلي بالنا، كلام واضح، أعداد بتزيد الأسبوع اللي فات، الأسبوع ده اللي جاي، طبعا أجازات طويلة، مصايف كتير ما شاء الله، حفلات واحتفالات وكله، مفيش حد بيقول، لكن النصيحة دكتور محمد عطا جدين دلوقتي نخلي بالنا، لو حد عنده شوية سخونة، شوية برد، كحة، ايه، ما يقعدش في تجمعات، على الأقل لازم يطمن نفسه. قال طبعا الانفلونزا اللي هي بعض الناس على مدار الفترة الماضية عندهم سخونة 3-4 أيام، ده نتيجة للانفلونزا الموسمية كما ذكر الدكتور محمد عطا جدين. قال ما نقدرش نقول إن هناك موجة جديدة، ولكن هناك حالات بتزيد، و
أكتر مما كان عليه خلال الفترة الماضية. ممكن يكون في جرعة رابعة، ولكن قال من هنا لحد شهر أكتوبر نقدر نحسم إذا زادت الأعداد عما هي عليه النهاردة بشكل يخلينا نقول الجرعة الرابعة خلاص بقت موجودة. هنقدر نتكلم على إن إحنا بناخد تطعيم زي ما راحوا رايحين الحج أو راحوا الحج خدوا إنفلونزا موسمية، خدوا الحمى الشوكية وغيره وغيره، مع كورونا طبعا هنقدر نعمل ده مع بعضه ولا لا؟ يبقى عندنا تطعيم كل سنة زي إنفلونزا موسمية ولا لا؟ قالك ده هنقدر خلال الأبحاث اللي بتتعمل وبتتشاف هنقدر نعمل إيه في ظل الحالات القائمة. ولكن بشكل عام لازم نخلي بالنا، الموضوع مخلص. فرنسا النهارده بيتكلموا على اجراءات هيعملوها، الصين على مدار الشهر اللي فات والكام يوم اللي فاتوا دول كمان، الشهر اللي فات عملوا اغلاق في بعض المناطق لمناطق فيها 20 مليون اغلاق تام، مناطق اخرى من كام يوم بيتكلموا على ايضا اغلاق، وبالتالي الصين كمان النهارده بدات تاخد اجراءات عوده الاغلاق اللي كان قبل كده، مش كل الصين ولكن بعض المناطق داخل الصين. اذا بعض الحالات بتبدا تنتشر واحنا لازم نبقى واخدين بالنا ونخلي بالنا من الاجازات اللي جايه، كلنا لازم نخلي بالنا، اللي موجود في الحج واللي موجود في مصر او اللي بيقضي اجازه في اي مكان. امبارح كان في افتتاح معرض صناعه بلدنا اللي بتنظمه الهيئه الوطنيه للصحافه برئاسه المهندس عبد الصادق الشرباجي، وحضر خمس وزراء وبتشارك فيه كل المؤسسات الصحفيه القوميه. تعالوا نذهب هذا التقرير ثم اعود نشوف التقرير ده ثم اعود لحضراتكم. انطلق معرض صناعة بلدنا بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية وبمشاركة واسعة من المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال. معرض مهم جدا لصناعات متباينة. أنا شخصيا في أربع خمس مصانع أو أنشطة أنا ما كنتش أعرف عنها. دور المعارض بصفة عامة انها تبرز المواصفات والمنتجات الجديدة، ويبقى المعرض هو معرض ما يسمى بي تو بي، يعني مش للمستهلك النهائي، ويعني دايما بإذن الله مثل هذه المعارض بتحقق هدف مهم جدا وهو زيادة المعروض وزيادة المنتج من المصانع، وأغلب المصانع اللي موجودة هي مصانع من القطاع الخاص، قليل من شركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة، وفرصة رائعة للمنتجين ان هم يلتقوا. احنا النهارده بمناسبة القطاع الصناعي، قطاع الصناعي من اهم القطاعات اللي فخامة الرئيس اهتم بيها جدا وغير شكلها وأدائها. كمان القطاع الخاص المصري بقى ليه شأن، المشاكل التصنيع الحقيقة كان فيه تركيز كبير جدا، حتى ده نقلا إلى مجلس الوزراء المصري. كل الشكر والتقدير لطبعا المجلس الأعلى للصحافة النهاردة في ترتيبه ودعمه لهذا المعرض الكبير صناع بلدنا. في الحقيقة المستهدف منه هو الترويج لما يعني يصل إليه أو تصل إليه جمهورية جديدة من تصنيع محلي لحاجات كثيرة جدا جدا جدا، في قطع غيار، في تصنيع لغاية الاند يوزرز أو لغاية المستهلك الأخير، مواد خام شفناها في كل مجال اللي بتستهدف التوطين للصناعة. جلسات تحضيرية كتيرة جدا لغاية ما احنا وصلنا لهذا اليوم الجميل، وأعتقد النهاردة يوم يعني فخر للصناعة المصرية، لأن لما تشوف اللي هنا هتلاقي حاجات ممتازة كانت تم استيرادها من قبل كده بملايين الدولار، النهاردة بقت بتصنع بأيادي مصرية وفي مصانع مصرية، والأهم من ذلك في خامات مصرية. يبقى إذن الموضوع كله متكامل، فده كان هدف رئيسي للدولة المصرية. احنا دور الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية اظهار هذا الدور، لان احنا احد اذرع الدولة المصرية في الاعلام. فشايف النهاردة التعاون برضو ده هدف للمؤسسات الصحفية، التعاون بين المؤسسات، النتيجة ايجابية زي دي. احنا النهاردة جت ازمتين عالميتين مرت بهم العالم كله، سواء ازمة كورونا او الازمة الروسية الاوكرانية. الازمتين دول اكدوا حاجة مهمة جدا،
ان لا بديل على انك انت تعتمد على نفسك، ويبقى ده لديك المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية. المشكلة دلوقتي كمان مش انك انت معاك فلوس تعرف تستورد ولا ما تعرفش، لان المشكلة ان مش هتتلاقي حاجة تستوردها لان الدول قافلة على نفسها وفي مشاكل. هنا جت فكرة المعرض، ازاي نعمل معرض لتلبية هذه الاحتياجات وتوطين الصناعة المصرية ومساعدة الصناعة الوطنية ودعمها في الفترة المقبلة. احنا شايفين الاقبال قد ايه والدنيا عاملة ماشية كويس، ودي بداية ان شاء الله نرجو انها تتكرر خلال المرات القادمة بإذن الله. وجاء معرض صناعة بلدنا ليسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات تنموية غير مسبوقة بقطاع الصناعة والإنتاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت ذلك القطاع بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار. وقدم المعرض تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة وعروض تشتمل على تخفيضات كبيرة في المعروضات وتقديم منتجات جديدة للسوق المصرية من جانب القطاعات والمؤسسات والشركات والهيئات المشاركة في المعرض. ويأتي معرض صناعة بلدنا لتعزيز الثقة في المنتج المصري الذي بات بفضل تشجيع الدولة وجهودها قادرا على فرض اسمه وجودته محليا وإقليميا ودوليا. هاني النحاس على مسؤوليتي. كل التحية لأبطال مصر مشاركين في دورة البحر المتوسط مقامة في مدينة وهران الجزائرية. نجومنا وأبطالنا الذهب فضة اللي خدوا كل الميداليات حتى الآن. من شوية سيف عيسى خد ذهبية لما فاز على بطل أسبانيا. بالمناسبة أسبانيا منتخبنا لليد هيلعب في النهائي اليد أمام منتخب أسبانيا، وهتكون مباراة طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى ناخد ذهبية اليد بإذن الله تعالى. عندنا منتخب عالمي، منتخب كرة اليد. كل التحية لنجومنا وأبطالنا، وزي ما بقول لكم عاملين يعني بطولة رائعة البعثة المصرية حتى الآن. النهاردة كان دكتور أشرف الصبح وزير شباب الرياضة في المطار بيستقبل نجمتنا بطلتنا الجميلة والعداء المصرية بسنت حميدة، بسنت اللي خدت 2 ذهب وبتحقق سباق زي ما بقول كده، تحقق كمان رقم جديد. بسنت زي ما قلنا وبنتكلم لها ان شاء الله بإذن الله تعالى مستقبل كبير. بتلعب طبعا وفي تبع طبعا المؤسسة العسكرية، واللي بنحييهم كمان اللي كانوا في استقبالها النهاردة. والدكتور أشرف صبح وزير شباب الرياضة كان بيستقبل بسنت، وكان بيستقبل كمان كابتن إيهاب اللي أخد فضية أيضا النهاردة. وبالتالي نقضى امبارح فضية في الرمح وبسنت. واتكلمنا في ده لانه احنا ما كانش عندنا حد في العاب القوه، كنا نقعد نتفرج على لاعبات او لاعبين من امريكا، من اثيوبيا، من كينيا، من ترينداد، يعني كتير، جامايكا، يعني كتير. فين احنا يا جماعه؟ بقى عندنا، وبقى عندنا بسنت بتسجل ارقام قويه متقدمه، وزي ما بقول لحضراتكم بطلة تستعد. وأتمنى من دكتور أشرف الصبح وزير شباب الرياضة يكون معانا حالا، نتشرف بوجوده دايما معانا، وأيضا من القوات المسلحة بهذا الدعم الكبير لكل نجومنا وأبطالنا. سيادة وزير دكتور أشرف الصبح، أولا مساء الخير، مبروك على النتائج التي تتحقق حتى الآن. ألو، مساء الخير، مبروك على النتائج التي تتحقق حتى الآن. أستاذ أحمد، مساء الخير، ودايما كده يعني متشكرين. بشكر حضرتك علشان يعني دايما معانا مع الرياضة المصرية، ومع الصور الإيجابية اللي فيها الرياضة المصرية جزء من المشروع المصري كمان في التطوير والدور الكبير كمان حتى للشباب. لكن احنا بنتكلم طبعا مبروك على الألعاب الفردية والرياضات اللي بقى فيه شغل، وهو ده من فترة طويلة وأنا بكلم حضرتك وإحنا بنتكلم من بعد ما جينا على طول من طوكيو وعملنا برزنتيشن في لقاء كبير موسع مع حضرتك. قلت لحضرتك ما نقلقش، إحنا عندنا مشروع قومي للموهبة والناشئين، وإحنا من 1912 ما جبناش 6 ميداليات، لكن إحنا بنخطط ل2024 و2028. الكلام ده في الحقيقة بعد الأولمبيكس على طول طوكيو، يعني 2021. احنا يعني من الفترة دي اول يعني حاجة جماعية موجودة للاتحادات والألعاب هو بطولة البحر المتوسط. هيجي بعد كده
الافريكان جيمز او بطوله الالعاب الافريقيه وبعدين الاولمبياد وبينهم بطولات العالم لكل الالعاب اللي انت شايفها او الرياضات اللي انت شايفها ديت. اكيد برنامجنا كامل ومتواصل للاعداد ان شاء الله. يمكن احنا قلنا من 3 إلى 6 ميداليات، ده كان معامل تنبؤنا وكان ليك انت شخصيا قبل ما نسافر. نعم صحيح، لان سالت السؤال ده مباشر وان نعم. شاء الله احنا وسالتني تاني طب احنا ايه اللي ممكن نجيبه في 2024 ان شاء الله احنا حاطين بوتنشل يكون 10 ميداليات. احنا لازم نسعى لده بشكل كبير جدا. عندنا نوع من الرياضات بدا يبقى فيه ولادنا بشكل اخر، يعني الرياضات السيف وسيف المبارزه والشيش بقى فيه يعني قطاع من الشباب والناشئين مختلف، الميداليات موجوده، ده شفناه في التنوع اللي شفناه في البطوله ديت. العاب القوى كمان يمكن بسنت بالذات كل الشكر طبعا والتقدير لكل من ساهموا فيها، هي من نادي سمات طلخه وانتقال للمؤسسه العسكريه. عندنا كمان الاتحاد يمكن بدأ بإعدادها والاهتمام بها الرئيس مجلس إدارة السابق الدكتور وليد عطا، ثم الحالي الدكتور سيف شاهين اللي ليه كل الشكر والتقدير أيضا ليهم الاثنين. الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني وزوجها كمان يعني اللي معاها ومدربها. دي كلها حاجات بتقول منتج البطل. وزي ما شرحنا لحضرتك قبل كده، لان يعني براجع لان نفس الكلام اللي قلناه في الفترة ديت، ان كل لاعب في برنامج رعايتنا بيكون ليه اعداد مختلف، لان هو مشروع اللاعب نفسه الالعاب الفردية. لازم المدير الفني بتاعه، المدرب اللياقة، الاخصائي التغذية، اخصائي التأهيل النفسي، كمان لازم برامج الرعاية المالية والتعليمية. الحاجات دي كلها في الحقيقة احنا اشتغلناها بشكل بروفيشنال برؤية بشركات بتدير ولادنا وافراد اللي بيها يعني ان شاء الله نطلع بمفهوم. اصبح كمان الالعاب الفردية والرياضة جزء بنسوق بيه لكل أسرة مصرية، ان يعني ان احنا ابننا لازم يلعب رياضة. وده انا كنت سعيد بيه جدا في كلام يعني عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، لانه قال والله انا من دسوق من كفر الشيخ، لكن عايز اقول حاجة عايز، وهو بيقول يعني ان الرياضة اختلفت لان عندنا في بلدنا الناس كلها عندها ثقافة ووعي رياضة اختلف، وده الرسالة بتاعتنا اللي احنا يعني سواء من ابطالنا او من يعني طريقة التفكير، لان يعني احنا دايما بنقول في الادارة وفي العمل لازم يبقى ثينكينج ديزاين او تخطيط طريقة التفكير يختلف، وده اللي احنا بنعمله. واكيد اكيد مفيش بطل او عمل من فراغ، يعني اكيد انا بكمل لمن قبلي وانا هسيب لبعدي. يعني هي سلسلة لازم نعملها، عشان كده عملنا يعني صندوق دعم الرياضة المصري، كانت فكرة انا الحقيقة اشتغلنا عليها بشكل كبير، ان احنا قننا وحوكمنا وشغلنا الفكرة دلوقتي. ومن 2020 او برنامج من 2019 في الفترة ديت حطينا شركات تدير. دلوقتي سنة بسنة هيكون صندوق دعم الرياضة المصري موجود هيكمل رعاية، لكن احنا برضو مع قطاع البنوك بنشكره، البنك المركزي بنشكره، مؤسسة طلعت مصطفى بنشكرها، وادي دجلة بنشكرها، البنك القاهرة، بنك مصر، دي كلها قطاعات اشتغلت معانا. كمان سيب بنك لان هو كمان في نسبة من عوائد التجارية بتاعته للرياضيين من اول مشروع قومي للموهبة والناشئين. المساهمات المجتمعية دي الحقيقة يعني حاجة مهمة جدا. النهاردة كمان بعد المداخلة المصريه للاتصالات ده قالت احنا كمان موجودين معاكم، وجم النهارده استقبلوا في الحقيقه كمان بسنت. فاحنا بنعمل البول الجديد اللي هو هيطلع ل 2024، اهلا وسهلا بكل المساهمين اللي هيكونوا موجودين عشان نكمل، لان اللاعب ده مشروع كل لاعب اللي انت شايفينه بسنت. تحديدا عشان احنا اتكلمنا، لكن هي وزمايلها وإهاب والنهارده سيف كلهم. يعني سيف ما شاء الله النهارده الذهب، لان سيف عيسى في بعض اللاعبين ما بيني وما بينهم عهد، يعني ان كل لاعب فيه عنده واحد اللي هي ان هو عنده ميداليه في 2024 تحديدا. يعني بعض الناس زي سيف لما بقابل يعني اتحاد مثلا السلاح بقول له انت عندك ميداليتين ماليش دعوه هنجيبهم في 2024. بس انت حضرتك قلت لها ايه؟ بس انت احنا يعني اولا لان هي داخله في منافسه ما كناش بندخلها ولا عندنا فيها اعتقد لاول مره، مش كده؟ ده المفاجاه المصريه. لان احنا المسافات القصيره اساسا ما كناش بنجيب فيها صح. لكن انا شكرت كل الناس، لكن المسافات القصيره تحديدا يمكن احنا جيناتنا
مش ماشيه في الحته دي شويه، احنا ماشيه كل الحاجات اللي فيها قوه وحديد كده يعني كتير ما شاء الله. وشفنا يعني كمان شكل التسابق الجميل يعني. احنا بسنت مع اللجان بقى واللجان العلميه والاتحاد بنقارن رقمها ده اللي جابته مع رقم بطوله العالم. رقم ده الفرق ما بينه قد ايه، والسنتين دول ازاي نحققه. والاولمبيكس في ليه قد ايه يا سياده الوزير؟ فروق بسيطه، بسيطه. لازم هيكون يعني الشغل عليها كبير جدا الفتره اللي جايه. كويس. وزي ما قلت لها بصي معاكي بقى بره جوه، انت بنت مصر. فمعاكي للاخر. محتاجه معسكرات بره ممكن نعمل ده. هو ده الطبيعي اللي بنعمله لكل اولادنا. انا مش ببالغ. احنا يا استاذ احمد في فترة من 2019 ل 20 طوكيو احنا صارفين كوزارة من ميزانيتنا حوالي 500 مليون جنيه للاتحادات دعم مباشر وللاعبين. 500 مليون؟ طبعا. احنا الميزانية اللي متقدم بيها الاتحادات الرياضية علشان الاعداد بقى خلاص، هم خلصوا انتخاباتهم وبدأوا الاعداد ل 2024 حوالي 700 مليون جنيه. فانا كمان منوط ليا يعني احنا البطوله دي 700 مليون جنيه مرصوده لاولمبياد باريس 24 للاتحادات الرياضيه والرياضيين كلها، حتى يعني مش سنه واحده يعني حتى 2024. عظيم. بالمنافسات، ودي لجنه علميه ولجنه تخطيط اكيد. فبالتالي احنا بنعمل ويل ميكس ما بين يعني ميزانياتنا وما بين احنا الفند ريزنج وتنميه الموارد بتاعتنا احنا الشخصيه. نعم. وكمان يعني المساهمات اللي موجوده علشان لازم نحقق ده، لان رياضه البطوله احنا عندنا استراتيجي، عندنا استراتيجي في الرياضه للتنميه والصحه. حضرتك بتشوف كل شويه ماراثون بنجري. نعم. ماراثون تحت رعايه فخامه الرئيس. نعم. درجتك صحتك. امبارح كنا بنعمل حاجه مهمه جدا. ان العجله كمان بقت دخل، احنا موزعين امبارح 400 عجله دراجه. معانا كوكاكولا ومعانا مصر الخير ومعانا يعني بنحط منتج كمان الولاد خدوها مشوا لغايه يعني وبيدربوا، بندربهم ان هو بيبيع منتج مشروع صغير وقبلها 500 دراجه. فاحنا في تنوع كبير جدا ما بين ان مراكز الشباب تكون جاذبه مش تطوير بس، ما بين يكون في حجم الملاعب يتناسب مع حجم التنميه والتطوير اللي بنعملها. غير لسه امبارح وحضرتك مع دكتور كمال درويش باكتشاف مواهب وتكريم مواهب وغيره، ايضا حاجه تطور برضو في هذا المجال اكيد، لان اللجان العلميه شغاله باستمرار. لان لازم عشان نفكر نشوف احنا كمان هنتنافس مع بلاد ومع غرب. لازم نكون عندنا تحليل بيعملوا ايه واحنا نعمل اكتر. يعني نعمل اكتر. فبالتالي احنا كوزاره اهو مش بنأثر في الجانب المالي خالص. وكمان كوزاره ووزير احنا يعني التنظيم اللي موجود سواء اهلا وسهلا اللجنه الاولمبيه، اهلا وسهلا الاتحادات، كلنا تحت رايه الدوله المصريه. نعم. كل الامور اللي بتتعمل هي دعم مالي مباشر سواء من الوزاره والدوله المصريه اللي بتمثل الدوله المصريه او دعم من الفند ريزنج وتنميه الموارد اللي موجوده. مين سياده الوزير اخفق والنتائج ما عجبتش حضرتك؟ بص حضرتك احنا التقييم لما يخلص في لجان بتقيم ده. نعم. كويس جدا. منتخب الطايره احنا عندنا في الالعاب الجماعيه السله اتحطت على التراك. احنا بنستضيف دلوقتي يعني كاس افريقيا، بطوله افريقيا في السله. ويعني من خلال يعني وجود حضرتك يعني نغطي كل يوم، لان عاملين شغل كويس جدا في الصالات اللي انت كمان شاركتنا فيها. نعم. صاله برج العرب. نعم. السلة عاملة نتائج كويسة، غلبنا السنغال. يعني ماشيين كويس جدا. نعم. الهاندبول منظومة منتظمة بنكمل انتظامها ما شاء الله. الفولي يعني برضو موضوع اي مشكلة ده الاثنين رجال وسيدات الاثنين احنا بنعدل الفولي. الفولي ناتج انتخابات وقضايا وده يعني شيء بصراحة انا بكلم كل المصريين اللي موجودين. انت خلصت انتخاباتك يعني حتى لو ليك حق شوف يعني صالح البلد ايه. صح. وعندنا لغايه 2024 احنا يعني في ناس بتلجا لمركز التسويه والاتحاد اصله قضيه واصله حل. الاخر لازم كل واحد يعني والذين يؤثرون على انفسهم. يعني انت لازم تشوف بلدك الاول عايزه ايه. احنا ورا كل الكلام ده يعني بشكل او اخر. لكن احنا بنقول الفولي بنعدل فيه. يعني في اول طبعا في اول الانتخابات السنه دي بدا، لان انا من وانا مساعد وزير وكل شويه حد يشتكي التاني تروح لجنه متعينه. كل يعني ده مش صحيح ومش كويس. يعني انا بتكلم حتى لو احنا مرتبطين بلوائح دوليه وخلافه، انا بقول للمصريين او احنا
يا جماعه اللي عايز مجال استثمارات وعايز انتخاب اعمال تطوعيه بلدك اهم. انا بقول ده من قلبي يعني. نعم. واحنا يعني في الاخر هنطبق قوانين. فالفولي في مجلس مثلا موجود برضو كالعاده قدم في التحكيم، يلا شيل المجلس ده وبعدين الطعن. طب هو يفضى يجري ورا المحاكم ولا يطور لغايه 2024؟ لكن احنا بنعدل يعني. لكن حضرتك هتتدخل في هذا الاجراء؟ بص انا بتدخل لكن ماليش ان انا اتدخل في حكم يعني تحكيم او قضائي، لكن لازم هتدخل. احنا الفولي مثلا يا جماعه تعالى صالحوا بعض، ف يعني متشكرين ليهم كلهم وجم قابلوني. يعني في بعض الامور يعني بنعملها لكن ماشيين. الجودو بقى في جيل يعني بيكمل برضو يعني موضوع عشان كده يعني ربنا يكرم ان شاء الله يكون في نوايا قانون الرياضه تعدل معانا شويه الفترات اللي جايه بما لا يخالف ونحترم يعني القوانين الدوليه. حرص حضرتك يعني انك بتروح المطار تستقبل ابطالنا وهم راجعين، حرص ده ايضا هي رساله قويه كمان انه وزير الشباب والرياضه موجود اهو، انا جاي في استقبالكم. بص انا عايز اقول حاجه. نعم. ده مش دلوقتي يعني، من وانا مساعد وزير. نعم. بعمل هذا الموضوع لان انا ده من ضمن دراساتنا النفسيه. يعني دراساتنا النفسيه اللاعب الجزء التحفيزي ليه. صح. يعني انا كنت لاعب كاراتيه كان يعني لما يجي كده رئيس الاتحاد يمر جنبنا ده حاجه كبيره. فدلوقتي احنا يعني كان حافز يعني. فاحنا دلوقتي من اول ما بدات في الحقيقه وانا في كوزير بروح لذوي الاحتياجات الخاصه بقابلهم في المطار بنفسي. اذا كان في ارتباط بيكون في مساعد وزير او معاون وزير او مدير عام موجود. معظم الرياضيين المصريين انا معاهم، معاهم هنا معاهم هناك. عظيم. البعثات الرياضيه اللي تكون موجوده، الناس الكبار او اللي ادوا لمصر يعني حتى لو بيعمل عمليه وجي انا بكون موجود. ده يعني شان من ضمن مفروض وظيفتي كوزير، حتى لو عندي ارتباط يعني حاجه، حتى لو عدت مره في الكوره بالذات محمد صلاح او نعم. في زين احنا يعني خلاص قلنا بسرعه، وده مش العادي بتاعنا، العادي بنقابل كل الناس. نعم. فلما بنقابل اولادنا الصغيرين اكيد النجوم كمان هنبقى موجودين. انبسطت انه محمد صلاح جدد مع ليفربول صراحه؟ اتبسطت جدا لان خلاص يعني هو يعني كنت يعني اتكلمت انا مره سابقه قبل كده وقلت والله يا محمد لو يعني مرتين مره اقول له لا انا يعني كلام معاه قلت له لا انت الناس بتحبك وما تبداش من جديد، انت غيرت كذا محطه وكمل. والمره الثانيه يمكن ده نزل لما بعد السنغال قلت له لو يعني دلوقتي ودي الفتره اللي ممكن يبقى فيه فرصه ثانيه وكده، وانتشر حتى في انجلترا. بس دلوقتي لا بقول لا كده افضل كتير. هو ده درس كبير جدا لكل محترف ان هو يكون محترف في التفاوض. ومش معنى ان هو بيتفاوض ان هو قال لا، لكن وصل لاقرب مسافه من طلباته وكمان كسب حب المكان اللي هو فيه، بلد كلها بتحبه. وكمان انا عايز اقول لان كان دايما رابطين صلاح وساديو، ساديو راح مكان تاني. اذا كده صلاح موجود. فكل المؤشرات التحليليه دلوقتي بتقول لا هو يعني ان هو يكمل فترته لغايه 2025. نعم. ده حاجه كويسه جدا. وبعدين ده صلاح اللاعب الاجنبي الوحيد في انجلترا اللي عقده يعني اتغير وكبر يعني قبل ده في تاريخ الدوري الانجليزي. مش دلوقتي ما شاء الله الاول يعني هو وعقده هو موجود اتغير وزاد مالي وهو موجود قبل ما ينتهي قبل كده، اللاعب الوحيد اللي حصل ده فيه يعني. خد بالك. نعم. فبالتالي لا احنا مع ده. وبعدين في الاخر محمد صلاح ابن مصر موجود، ده يعني زي ما بيقولوا ماسنجر وسفير يعني دايما لمصر. نعم. وللشباب المصري. وانا عايز انقلك لحته تانية برضو. فين جواز السفر الدبلوماسي؟ يعني احنا في اجراءات قانونيه بنعملها يعني، لكن له كل الاحترام والتقدير. نعم. لكن هيحصل ان شاء الله. احنا ماشيين في اجراءات لان دي اجراءات قانونيه. عظيم. اتفضل يا فندم. احنا برضو عايز انقل حاجه تاني. تحديدا بقى الشباب المصري والرؤيه ودور الدوله المصريه والحاجات اللي ممكن تخلينا يعني مع الحاجات الكتيره بتحصل في مصر بنحس ان مثلا طريق اتعمل وطريق كبير وبعدين من كد يعني من الحاجه العكسيه نحس ان مثلا ما فيش طريق، ده الطريق اهو يعني. فدورنا الشبابي احنا كمان كبير جدا، عشان كده بندمج الدور الرياضي في تاثيره الشبابي. مراكز الشباب من المهم جدا ان احنا نقول ان مش بنهتم بتطويرها الانشائي بس وتاثيره الرياضي، لكن كمان احنا بنهتم بالبرامج اللي موجوده ودور الشباب
ان هو يشتغل في مراكز الشباب معانا، مش يعني يشتغل يعمل برامج وياخد برامج. نعم. الدور ان احنا الاسري اللي موجود من خلال مراكز الشباب هي احنا نلقي الضوء كتير الفتره اللي جايه. نعم. والبرامج اللي بالفعل بتؤدي في مراكز الشباب، وده هيكون مع حضرتك خطوه خطوه الفتره القادمه. تشرف، نتشرف دايما بحضرتك، بشكرك شكرا. وانا عايز اقول حاجه كمان، فضل سيادة الوزير، ان احنا اوريدي الفتره الصغيره دي عشان نعمل بس البعثه دي تروح ويكون موجوده، احنا يعني حوالي 26 مليون جنيه لده، وده احنا من مواردنا الذاتيه ومن وزاره الشباب والرياضه، عشان برضه يبقى الناس عارفه الحقائق يعني مش اكتر، ومعانا كل المنظومه واهلا وسهلا يعني. سياده الوزير، تم تاجيل بطوله الامم في كوت ديفوار من السنه الجايه الى عام 24، هل ده يؤثر علينا في حاجه؟ يؤثر هتكلم حاجتين وبعدين. البعد الاولاني الناس تعرف قيمتنا وقيمه مصر. ليه اتاجلت اهي؟ طب المره الاولانيه احنا لما خدنا كاس الامم الافريقيه في اسبوع. نعم. كان قدامنا 5 شهور وانجزنا بطوله ما حصلتش، ما كان قبلنا يعني سنتين عند احد الدول وسحبت. نعم. نعم. طيب هي برضو الدوله اللي خدتها ما هو معروف من سنتين ان هي عندها ده وتاجل تأجل يعني لسه تجهيز وعدم جاهزية. نعم. ده يعني يتقال احنا مصر عملت ايه وفي 5 شهور. صح. لان هو بالدليل العملي الفعلي الذي لا يقبل القسمة على 2 الدول مش قادرة تعمل وكان عندها الفترات الثانية. حتى لا نبالغ وننسى ونتناسى يعني قولا واحدا. صح. طيب الجانب الثاني لا هي بنفتس او فايدة، لان ده مع تغييرات والحاجات اللي في اتحاد الكوره بيجهز نفسه. انا دايما وكنت مع حضرتك قلت لحضرتك يا جماعه تغيير المدرب او انتقاؤه في مشروع 23 ومشروع 26. مشروع 2023 ده كاس الامم الافريقيه ومشروع 2026 كاس العالم. دلوقتي مدينا سنه فاصبح هناك متنفس للاتحاد ان هو بقى عنده ده هينعكس يعني مردوده ايجابي بالنسبه لنا. ايجابي 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 لانك انت لانك انت للاسف مش مستمر ومستدام في انك انت بتأهل، في تغيير، في تغيير اداره، في تغيير عمل. نعم. فبالتالي في تغيير مدرب، فبالتالي من صالحك ان هو اخذت هذا الوقت. لو كان في استدامه والبرنامج ماشي وماشي بزمني وعندك 23 كنت اقول لك لا ليه، ده احنا ماشيين في برنامج كده هيطول علينا البرنامج. انا دلوقتي تخطيطيا ومنطقيا لا ليه فايده. هل فعلا في مديرين فنيين مش عايزين يقول لنا قال بعد كيروش ما كتب كلام وقال حاجات كده عجيبه وغريبه، هل ده مدى دقه هذا الكلام؟ بص هقول لك حاجه، يعني انا الطبيعه مش عايزين يعني نقف عند حاجه معينه. دلوقتي احنا قلنا الاتحاد عنده مهام وقلنا لهم يعني بما يتوازى مع الاعباء اللي عندكم ما تستعجلش، لان الاستعجال في المره الاولانيه يعني ايه بيفكرنا في فيلم علاء ولي الدين لف وارجع تاني، استعجال هتبدا وده مش التخطيط ومش العمل يعني. فما انتوا نقوا، وحتى لو كان في تصرف ما ادى صوره، لان العالم الكوره بالمصطلح البلدي عشان بخاطب بقى برنامجك محبينك يعني اوضتين وصاله، اللي بيحصل هنا بيتعرف هنا بيتعرف. صح. هنا فلو التصرف أدى نستحمل التصرف اللي فات، لكن ما نوقفش ونفكر وننقي، ودي مسؤولية الاتحاد هو موجود ومعاه. وانت سألتني قلت لك طبعا انا عند المشروعات القومية اللي هي نشوف الاتحاد هو عنده ايه وهيجيب للرعاية ايه على المدار الدفع الاولانية دي ممكن اساعد بايه، دي كلها لما المشروع يتقدم لي كامل يعني. شكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة. نشوف تقرير مع حضراتكم دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، ما كمان مع الدكتور كمال درويش رئيس لجنة علمية في وزارة الشباب والرياضة في تكريم الأبطال الموهبة والبطل الأولمبي. نروح للدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. دكتور أيمن مساء الخير. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. بدأت مع زيادة أعداد كورونا، بدأ بعض الناس يقولوا إنه وزارة الأوقاف هتلغي صلاة العيد، مش هيبقى في ساحات، ما الحقيقة؟ في ساحات ولا ما فيش؟ في صلاة عيد ولا ما فيش؟ إيه الحكاية؟ بداية بقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في الأيام المباركة، ويبلغنا يوم عرفة والعيد على خير إن شاء الله. آمين يا رب. واسمح لي بس اهني البعثه المصريه، يعني ابطالنا اللي شرفونا في دوره العاب البحر المتوسط
كنت متابع مع حضرتك الفقرة السابقة مع سيادة الوزير، وإن شاء الله دايما يكون كده في كل المجالات في ظل الجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا بنسعى انها تكون شيء نفتخر به ويكون شيء يعني لأبنائنا والأجيال القادمة نفخر بيه إن شاء الله. لا حاجة معلش هنقف هنا، النقطة دي مهمة حاجة، بتهني البعثة والفائزين والفائزات بالميداليات أبطال مصر مش كده؟ أيوة طبعا. مال في بعض الناس اللي عمالين يهاجموا وبيتكلموا على لبس فلان ولبس علاقي، ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ده يا مولانا ممكن تقول لنا؟ استاذ احمد ده يعني احنا بنجاز واحنا الحمد لله يعني بنفخر ان ابنائنا شرفونا في دوره زي دوره الالعاب البحر المتوسط، ونتمنى التوفيق لكل اللي بيرفع اسم مصر ورايه مصر في كل مجال، ويعني ده شيء يسعد اي انسان بيه ان يسمع علم، يسمع نشيد بلاده وعلم بلاده بيرفرف في المحافل الدوليه. ليه أما معلش يا دكتور معلش انا اسف والله انا اسف معلش، لانه لقيت بعض الناس اللي محسوبين يعني للاسف واقول كده محسوبين علينا، اقول لك مثلا كلموا على بسنت الواخده 2 ذهب ما شاء الله لاول مره يكون عندنا بطله في هذه المنافسات العاب القوة 100 متر و200 متر، يتكلموا عليها ولابسه ايه والشورت بتاعها ايه، الناس دي ايه يا فندم؟ معلش انا اسف يا فندم. احنا بص كل مجال استاذ احمد وكل حد نجح في مجال معرض ان هو يعني يتلقى هجوم ويتلقى يعني انتقادات. انا هقول لحضرتك انت بتكلمني على مساجد وعلى اقامه شعائر وعلى اداء صلاه العيد وطالعه ناس بتنتقد فيها. يعني حضرتك لما يبقى مؤسسة زي مؤسسة وزارة الأوقاف بتتكلم وبتقول إن إحنا عندنا غرفة عمليات شكلناها برئاسة السيد رئيس القطاع الديني وعضوية كل وكلاء الوزارة ومدير العموم، وبنجهز الساحات وبنجهز المساجد علشان نأدي هذه الشعيرة، وتلاقي ناس بتطلع إشاعات وبتنتقد. في إيه بقى بعد إنك بتنتقد وبتهاجم في أداء شعائر المسلمين في هذه الايام المباركه؟ الحقيقه احنا يعني بنعاني بقالنا فتره كبيره في السنوات الماضيه من استخدام السوشيال ميديا بشكل غريب والكتائب المنظمه اللي هي بتسعى لتشويه اي شيء. احنا بنتكلم في عيد الاضحى، بنتكلم ان احنا مر علينا عيد الفطر بسلام، وقامت الوزاره بدور كبير جدا وبفضل يعني عايزين نقول الاول نشكر الجمهور ونشكر الناس اللي بتأدي الصلوات والناس اللي بتذهب للمساجد، لان الناس دي بصراحة اثبتت خلال فترة كورونا ايام الغلق وايام الفتح بضوابط معينة ان هم يعني اكتر ناس مهتمين بتطبيق الاجراءات الاحترازية واكتر ناس مهتمين بان المساجد تفضل مفتوحة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة احنا مر علينا العيد الاضحى عيد الفطر مبارك بسلام، وعيد الاضحى على نفس الضوابط وعلى نفس الاجراءات عندنا الساحات مفتوحة وعندنا المساجد اللي بيؤدى فيها صلاة الجمعة مفتوحة، وكمان مخصصين في الساحات اماكن للسيدات واماكن للاطفال. احنا عندنا السنة دي في يعني الفترة الصيفية اهتمام كبير جدا بالاطفال في البرنامج الصيفي اللي اشرف عليه معالي الوزير، ويعني كان مهتم جدا بكل تفاصيله. البرنامج الصيفي اللي بيقدم لابنائنا صورة جديدة من الثقافة العامة والثقافة الدينية، بتقدم له مناهج لا تقوم على التلقين وعلى الحفظ فقط، انما على الفهم والادراك. من ضمن الحاجات اللي بتقدم ليهم ان هو ازاي يكون عنده قدرة على اداء الشعيرة دي، يعني وهو لسه صغير هيبقى احنا مخصص له للاطفال اللي بتيجي عندنا في البرنامج الصيفي اماكن في الساحات والمصليات، يبقى عارف هو بيأدي صلاة العيد ازاي ويقبل على هذه الشعيرة ويبقى فاهم معناها، يبقى فاهم معناها ان انا اجتمع بالناس واختلط بالناس في اطار من المحبة واطار من المودة. كمان احنا يعني كان في توجيهات من معالي الوزير ان يكون في توسعة على الناس، ما يبقاش في تضييق عليهم. علشان كده كان في يعني تركنا الامور لكل وكيل وزارة في المحافظة الخاصة بيه يتم التنسيق الكامل بينه وبين الجهات اللي هتكون مشاركة معاه من يعني المجالس المحلية والامور اللي يعني والجهات المعنية بتنفيذ هذه الامور، ان هو يوسع على الناس بكل صورة تتناسب مع توفير أداء هذه المناسك بما يتناسب مع المحافظة اللي هو فيها. علشان انت كنت تشتغل الأمور هنا مركزية، انت ممكن تدي توجيهات في محافظة تختلف عن محافظة أخرى، لكن لا احنا هنا غرفة عمليات مشكلة موجودة
كل يعني وكلاء الوزارة برئاسة رئيس القطاع الديني وكل مدير العموم جاهزين لغاية ما تتم صلاة العيد على خير إن شاء الله. لكن التفاصيل وتجهيز الأماكن واختيار الأماكن واختيار الساحات تركت للسادة وكلاء الوزارة في المحافظات، لأن ده هيكون أنسب لعلمهم بالأماكن يعني التي تستحق أن يكون عنده توسيع فيها واللي يكون فيها تيسير على الناس وتهيئة الناس لأداء هذه الشعائر. طيب دكتور أيمن، خلينا يعني نستفيد من وجود حضرتك معانا، فضل يوم عرفة يوم الجمعة إن شاء الله، ضيوف الرحمن على صعيد عرفات الطاهر وباقي ال 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 أهل الأرض من المسلمين طبعا عندهم صيام أو في صيام، فضل هذا اليوم بالنسبة ليوم عرفة وبالنسبة للي مش موجود على عرفات واللي ليس من بين ضيوف الرحمن اللي هم عددهم مليون فقط هذا العام. ده يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم النفحات، يوم ربنا سبحانه وتعالى يتجلى فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. ربنا سبحانه وتعالى يباهي في هذا اليوم بأهل الأرض أهل السماء، يقول لمن كان واقفا بعرفات يؤدي مناسك الحج، يقول ربنا سبحانه وتعالى لملائكتي: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يوم أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين وأتم فيه النعمة، وهو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وزي ما حضرتك أشرت، هذا الفضل وهذا الكرم ليس فقط للحجيج الواقفين بعرفات، وإنما فضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن يوم العتق من النار هذا لكل الناس في كل أرجاء المعمورة الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات في هذا اليوم. من السنن المؤكدة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صيام يوم عرفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه في هذا اليوم، يقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وتعلمنا من أهل العلم وأكابر أهل العلم أنهم كانوا يدخرون دعواتهم لهذا اليوم، لأن دعاء عرفة مستجاب، وهذا أمر محقق ومجرب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا. ومن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا اليوم أنه قال: وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في إشارة من سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب المدح من عباده، تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في التأدب مع الله سبحانه وتعالى عند الطلب. الناس تطلب وتسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم خير الدنيا وخير الآخرة، لأنه لا شيء يحدث للعبد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الرحمن هو الكعبة المشرفة والطواف وسواء القدوم أو العمرة والتمتع للحج، وطبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، يا رب يا رب يكتبها للجميع ويحفظ الجميع. آمين يا رب، يكتبها لنا جميعا يا رب، اللهم آمين. اللهم دكتور آمين. أيمن، في سؤال يعني محتاج أيضا إجابة من حضرتك. ضيوف الرحمن أنا النهاردة من مصر، من تونس، من الجزائر، من أي دولة، الدول النهاردة تعاني، عندها أزمات اقتصادية، عندها مشاكل كثيرة جدا. النهاردة بنتكلم على الهدي أو الأضحية، وأنا حاج هذا العام وأنا موجود، هل النهاردة ممكن الهدي أعمله في بلدي؟ يجوز أن يكون في بلدي محتاجة، ولا لابد من وأنا موجود في الأراضي المقدسة أنه الهدي موجود، أروح مثلا شركة معينة أو أوكل حد يذبح أو أوكل حد أديله فلوس هو يتولى هذا الأمر؟ قل لي يا فندم نعمل إيه؟ حضرتك أثرت يعني سؤال مهم، والحقيقة يعني هيخليني أتطرق لحاجة مهمة جدا، أشكر حضرتك أنك سمحت لي أن أنا أتكلم فيها. إحنا في فرق بين الهدي وبين الأضحية. مظبوط. الأضحية دي سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علم على الملة الإبراهيمية ودليل على السنة المحمدية. نعم. وإحنا الحقيقة اسمح لي، ده مش يعني مش دعاية،
وإنما هو حقيقة إحنا بنتكلم عن مشروع سكوك الأضاحي الذي تقوم عليه وزارة الأوقاف. والحقيقة المشروع ده من أهم المشروعات الخدمية والمجتمعية اللي بتحقق الهدف الاستراتيجي للدولة. الدولة عندها هدف استراتيجي في توفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل وللناس الأولى بالرعاية. الدولة بتسعى لتحقيق الهدف ده من خلال التوسع في نطاق الحماية المجتمعية. نعم. والحقيقة احنا عندنا صكوك الأضاحي السنة دي بنستهدف 2000 وتقريبا 500 طن، لان احنا بدأنا المشروع ده استاذ احمد من 2015 وحتى الان، وثقة الناس كبيرة جدا في وزارة الأوقاف. اولا الصكوك دي لها مزايا كبيرة، احنا بنحقق التكافل المجتمعي زي ما حضرتك بتقول في ظل الظروف اللي احنا فيها، بتوصل اللحوم دي للمستحقين بعزة وكرامة وللمستحقين الحقيقيين بشكل فيه يعني احترام للإنسانية واحترام للآدمية، بتكون فيها مراعاة لجميع الضوابط الشرعية للذبح والتوزيع، كمان سرعة التوزيع. يعني حضرتك أستاذ أحمد احنا هنبدأ الذبح من أول يوم عيد الأضحى المبارك، نعم، وحتى عصر اليوم الرابع، يعني ده الوقت المشروع للذبح. نعم. نعم. هيتم إن شاء الله التوزيع 5 أيام العيد. يعني على طول تاني يوم. والحقيقة احنا عندنا نوعين من الصكوك السنة دي. صكوك لأول مرة بيكون عندنا صكوك من اللحوم البلدي وسعر الصك 3800 جنيه، وعندنا صكوك اللحوم السودانية 2200 جنيه. الحقيقة يعني احنا عايز اقول لحضرتك ان ده يعني استمرار من الدولة في تنفيذ المشروعات اللي هي لها علاقة بتوفير احتياجات الناس، بتوفير احتياجات اهالينا من الاولى بالرعاية. والحقيقة عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني كل سنة النسبة بتاعت اقبال الناس على شراء الاضاحي اللي بتقوم على الاشراف عليها وزارة الاوقاف يعني بيتزايد، وده كله يأتي في اطار جهود الدولة وفي توفير حياة كريمة للمواطنين. والحقيقة الدولة لا تدخل جهدا في توفير يعني. طيب ده فيما يتعلق بالأضاحي، فيما يتعلق بالهدي اللي هو التمتع زي ما نقول كده من العمرة إلى الحج. هو الهدي يعني يذبح من الحجيج. نعم. في تقربا لله سبحانه وتعالى. نعم. هدي شكران للحج الذي أدى حج التمتع. نعم. لأن حج التمتع يعتبر أدى نسكين في نسك واحد. نعم. عمرة وحج. نعم. وأدى وهذا التمتع يستحق أن يشكر الله سبحانه وتعالى بذبح الهدي. طيب ده في هنا ولا هناك؟ لازم هو هناك هو بيذبح الهدي. بيذبح هناك، لكن يعني لعل الموضوع فيه تفاصيل وفيه يعني آراء بتكون المؤسسات المعنية بالفتوى زي دار الإفتاء وكلام من ده معنية بأنها توضح الصورة أكثر الخاصة بالفتوى في هذا الأمر. دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف بشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد معيط وزير مالية، أولا مساء الخير سيادة الوزير. مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك. النهاردة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية، وأنا بصراحة قبل ما ندخل في التفاصيل عايز أعرف وضعنا، وضع بلدنا أخباره إيه يا فندم النهاردة بعد المراجعة وبعد المتابعة من السيد الرئيس، الوضع المالي الوضع الاقتصادي، بلدنا واقفة على رجليها ولا عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة؟ احنا النهاردة كنا العرض بتاع العام المالي المنتهي اللي هو 21-22. أيوة. اللي انتهى يوم 30-6. فكنا بنعرض العام المالي انتهى ازاي، يعني وضحنا ان الحمد لله عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 6.8 ل 6.1، قدرنا نحقق فائض اولي حوالي 98 مليار جنيه بنسبة 1.3 من الناتج المحلي الاجمالي، وده افضل من التوقعات اللي كنا مقدرينها 1.2. حتى العجز برضو كنا مقدرين 6.2، الحمد لله عاملين 6.1. الدين يعني زاد 2%، كان 84 بقى 86. ده السبب في كده انه يعني عندنا اثرين حصلوا اثروا على الموازنة. الاثر الاول انه فيما يتعلق التغير اللي حصل في سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة بـ 300 نقطة، بالإضافة إلى يعني إن احنا برضو احتاجنا نصرف مصاريف أكتر، يعني في كل دوت يعني لما أجي أقول إنه بالنسبة لتأثير سعر الصرف بالنسبة للجزء اللي هو
بالعملة الأجنبية. لو أنا حسبت الأثر دوت احنا السنة اللي فاتت 84 كان مفروض السنة دي ننتهي 82، بس طبعا الأثر بتاع التغير في سعر الصرف بالنسبة للجزء اللي هو الخارجي هو ده اللي فرق معانا وخلانا عند 86. لو أنا بقارن وضع بتاع الدين الدين الموازنة العامة للدولة، ده الدين اللي يتخدم عليه من إيرادات الدولة. يعني احنا كنا وصلنا لقرب 109% ثم بدأ ينخفض لغاية 30/6/2020 كنا وصلنا لحوالي 80%. وده كان الوضع اللي كان قبل 2011 كنا بالضبط 79.7 يعني تقريبا 80. لكن لما جت السنتين بتوع كورونا ضغطوا علينا في انه في ايرادات فقدت 200 مليار في كل سنة وفي مصروفات زادت متمثلة بقى في الحاجات اللي انت اضطريت تشتريها عشان تواجه الوباء، الدعم اللي انت اديته للقطاعات المتضررة وخلافه. يعني كل دوت طبعا اثر. جيت بعد كورونا دخلت على حالة التضخم الشديدة في العالم وحالة الاضطراب في سلاسل الإمداد. كل دوت بصيت لقيت سعر برميل البترول اللي هو كان تقديرات 55-65 النهاردة بتتكلم 115-125. فده عبء شديد جدا. العبء ده فاترته كام؟ احنا بنستورد 120 مليون برميل. لو انا بتكلم على ان متوسط سعر البرميل 60 دولار يبقى بتكلم في 7.2 مليار دولار. لما الستين دي تروح لمية وعشرين فبتكلم في عبء إضافي 7.2 مليار دولار تاني، يعني الفاتورة تبقى في حدود 14 واربعة يعني إلى 15 مليار دولار. نفس الوضع بس الوقود. لو اتكلمت على القمح انت بتستورد كدولة بتستورد 12 مليون طن. احنا كموازنة عامة للدولة بنستورد حوالي 6 مليون، والقطاع الخاص بيستورد 6 مليون. لكن في النهاية مصر بتستورد 12 مليون طن. فتعتبر مصر يعني من اعلى الدول في استيراد القمح في العالم، ان لم تكن هي رقم واحد في استيراد القمح. طيب السعر اللي كنا بنستورد بيه كان بيتراوح ما بين 180 الى 230 دولار. يعني بتكلم في انه لو انا بحمل الموازنه العبء بتاع ال 6 مليون فانا بتكلم في انه ال 6 مليون دول لما اضربهم في ال 2 حتى لو قلنا 250 حتى مش 230 فانا بتكلم على قرب ال 1.5 مليار دولار. النهارده السعر بنتكلم في تقريبا اخر حاجه جبناها كانت من عده ايام كان ب 504 دولار للطن، فيعني اكتر من الضعف. فبالتالي ادي عبء اضافي عندك اهوت حوالي 1.5 مليار دولار تاني على مستوى مصر. فانت متحمل 3 مليار دولار عشان ال 12 مليون طن مضروبين في الفرق اللي هو اكتر من 250 دولار زيادة. فطبعا لما تقيس على بقية مواد الخام او بقية المواد الاساسية زيت الطعام على الذرة على يعني انت بتستورد فول وعدس وبتستورد حاجات كتير قوي يعني. فطبعا ده الفاتورة الاستيراد كلها كام سيادة الوزير بصراحة؟ كل فاتورة الاكل بص احنا على بعضها. يعني احنا فاتوره الاستيراد بتاعتنا كانت 5 مليار دولار وصلت يعني في الفترات اللي هي قبل الحرب مباشره قربت من 9.5 مليار دولار في الشهر. فطبعا ده كانت ارقام يعني كبيره جدا 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 يعني لانه يعني كنا دايما بنتكلم الفاتوره الشهريه من 5-6 مليار دولار لما طبعا النهارده
مع ارتفاع الاسعار وارتفاع تكلفه الشحن ارتفعت من 5 6 مليار دولار شهرين الى 9.5 مليار دولار شهريا. يعني شهريا واخد بالك؟ فطبعا الاسعار بتحط ضغط، والعمله الصعبه المطلوبه المضاعفه بتحط ضغط. فارجع تاني للموازنه، بنحاول نمتص جزء يعني على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت بنحاول نحافظ برضو على التوازن بتاعنا كمالية عامة كأداء موازنة. طيب سيادة الوزير، انه في رقمين مهمين انا عايزهم يبقوا واضحين قدامنا كلنا. الرقم الاولاني، احنا مصر داخلين ايراداتنا كلها كام، والمقابل مصروفاتنا كام؟ رقمين. يعني انا هقول لك احنا عملنا موازنة اللي هي بدأت 1/7 ده اللي هي الموازنة الجديدة دي. ايراداتنا المتوقعة 1518 مليار. مصروفاتنا تريليون 518 مليار. مظبوط كده. مظبوط كويس. مصروفاتنا 2071 مليار جنيه. 2 تريليون و71 مليار مصروفاتنا. نعم. فالفرق ده بيعمل تقريبا 588 جنيه. مليار جنيه عجز. يعمل، معلش يا سيادة الوزير، يعمل كام فرق عجز؟ 588 مليار جنيه عجز. عجز موازنة. بجيبه منين؟ ده الجزء اللي انا بقترضه. يعني ده بخش القانون الموازنة العامة للدولة، بقول والله انا هقترض، محتاج ان انا اصرف 2172 تقريبا. يعني وعندي ايرادات 1518 اي 2071 تقريبا يعني. وعندي الإيرادات المتوقعة كذا، الفرق دوت هيبقى العجز بتاع الموازنة. العجز بتاع الموازنة دايما هو ده مبلغ بيتم اقتراضه. لو أنا قارنت إحنا كنا فين قبل 2011، أيوة، كان هو دايما العجز لازم تنسبه للناتج، زي بالظبط ما تقول إيه أنا استلفت 1000 جنيه، يقول لك طب وأنت دخلك كام؟ لأنه في واحد دخله 1000 جنيه واستلف 1000 جنيه، يبقى في الحاله دي استلف 100% من دخله. دي واحد دخله 100000 جنيه واستلف 1000 جنيه، يبقى استلف 1%. مش 100% بقى، استلف 1% من ده. اذا المعيار بتنسبه الى دخلك عشان نعرف مستوى قد ايه. كنا فين بقى 2011؟ فاحنا في 2011 كنا العجز بتاعنا 8، لا مش 2011، 2009 2010. قدامنا على يعني الشاشة، اتفضل فندم. يعني 30/6/2010 وده اللي هو العام المالي 2009 2010. كنا 8.1 كنا 8.1. يعني لما تنسب العجز ده الى دخلك اللي هو الناتج المحلي الاجمالي اللي هو مجموع المجتمع بيطلعه، كانت سنتها 8.1. نعم. احنا السنة دي انتهينا يوم 30/6 الخميس اللي فات ده الى انه العجز بتاعنا 6.1. ايوه. السنه الماليه الجديده 6. فاحنا وضعنا كعجز للناتج المحلي احنا افضل من الاداء اللي كنا عليه قبل 2011. من 11 سنه. من 11 سنه تقريبا. النهارده افضل من اداء من 11 ل 12 سنه. ايوه. حتى لو بصيت في حته يعني هي فنيه قوي بس برضه اشرحها كويس. في عندنا حاجه اسمها عجز كلي في الموازنه، وفي عندنا حاجه اسمها عجز اولي. نعم. ايه الفرق بينهم؟ واحد ما فيهوش الفوائد وواحد فيه الفوائد. اه. اللي فيه الفوائد بتاعت الدين بنسميه العجز الكلي اللي انا اتكلمت عنه ده. في واحد ده بيتكلم على عجز بدون فوائد. يعني ايه عجز بدون فوائد؟ يعني الايرادات اللي انا حصلتها هل هي كافيه لانها تشغل الدوله دي باستبعاد الفوائد بتاعت الدين ولا لا؟ اذا كانت كافيه يبقى خلاص انت عندك توازن باستبعاد الفوائد، انت عندك توازن ايراداتك على قد مصروفاتك. نعم. طيب لو كانت ايراداتي اقل من مصروفاتي باستبعاد الفوائد، نعم، يبقى عندك عجز اولي.
لازم تروح تستلف. طيب ولو كانت ايراداتك اكتر من مصروفاتك باستبعاد الفوائد، لا يبقى عندك فائض اولي والفائض الاولي ده تاخده تسدد بيه جزء من فوائد الدين. احنا قعدنا لغاية من 4 سنين ماضية لحاجة 20 سنة عندنا عجز اولي. يعني ايراداتنا مش كافية ندفع مرتبات ومعاشات ودعم وما الى ذلك. بقالنا 4 سنين فقط عندنا فائض اولي. يعني ايراداتنا بتكفي مصروفاتنا ويفيد جزء راح سدد دي الفوائد. السنة المالية اللي هي الحالية دي انا مستهدف ان يكون عندي فائض اولي 142 مليار جنيه. السنة اللي انتهت يوم 30/6 انا عامل فائض اولي 98 مليار. يعني ايراداتي غطت مصاريفي وفضل كمان الجزء ده بسدد بيه جزء من فوائد الدين. فوائد الدين وده اللي بيساعد انك انت والرسمة قدام حضرتك بعد ما كان عجزك مقرب ل 13% النهارده بتتكلم على عجز السنه اللي هي انتهت يوم الخميس 6/1. والسنه الجديده ستة. عشان احنا محتاطين 6%. الو سياده الوزير دكتور محمد ميت. طب هنرجع تاني سياده الوزير مره تانيه. وقفنا عند احنا محتاطين، ادي قدام حضراتكم اسوأ سنه هي السنه السوداء، تشوفها 12-13 وصلنا الى 13% عجز. شايفين حضراتكم ادي الجدول قدام حضراتكم اهو، وده المصدر وزاره الماليه. يعني دي الارقام، كنا في 2009-2010 من 11-12 سنة 8.1، النهارده اول امبارح يوم 30/6 يوم الخميس وكان الرقم 6.1. رايحين ان شاء الله مع الاحتياطات مع التحوطات اللي بيقولوا عليها الدكتور محمد معيط رايحين لستة في المية ان شاء الله. وقال لك اخر 4 سنين لاول مرة يكون عندنا فائض، لا ما كانش عندنا قبل كده، لاول مرة منذ على مدار العام الرابع على التوالي عندنا الان فائض. نتكلم النهاردة 97 رايحين لاكتر من 100 مليار العام القادم اللي هو بدأ او يوم الجمعة 1 يوليو بداية الموازنة العام المالي الجديد. نرجع لسيادة الوزير الفاضل يا فندم، فاحنا التحوطات هنوصل ان شاء الله 6%. اتفضل. فانا بقول لحضرتك يعني المؤكد انه انت بتحقق ايراداتك بتغطي مصاريفك وبيفضل فيها جزء بتسدد بيه الدين اللي هو بنسميه بتعمل فائض اولي. المؤكد انك انت كل سنه عمال تخفض عجز الموازنه بدليلك ان نزلت من 13% عجز الى انك النهارده بتتكلم على 6%. ولولا كورونا كنت النهارده بتتكلم على اقل من 5%. واخد بالك؟ بالتاكيد انت خفضت الدين بتاعك من قرب 108 و109% الى انك انت بتتكلم النهارده على 86. ولولا انك انت عندك حصلت كورونا وما بعد كورونا وبرضو التغير في سعر الصرف واسعار الفائده كنت هتبقى اكيد في حوالي حاجة و70. انت قبل 2011 كنت دايما بتتحرك ما بين 75 و80 و82. يعني نقدر سيادة الوزير احنا واقفين على رجلينا، الدنيا مش سودة يعني زي ما البعض بيصورها او هنقع زي البعض بيحاولوا يصوروا بلدنا، واقفين على رجلينا يعني الحمد لله. يعني احنا ادائنا كويس. ده ما بيخليناش نقول انه احنا مش تحت ضغط. لا احنا تحت ضغط. احنا تحت ضغط ايه؟ تحت ضغط حرب شغالة في أوروبا، تحت ضغط أسعار مواد بترولية ضعفت، تحت ضغط إنه سعر من الضعف، تحت ضغط. نعم. كانوا ميسي اللي هي كانت مصدرها. نعم. سيادة الوزير أنا مش سامع، معلش التليفون حضرتك اتحركت المكان ولا حاجة. ألو سيادة الوزير دكتور محمد معيط. طيب واضح ان التليفون فيه مشكله سياده الوزير. هنرجع لسياده الوزير مره ثانيه، معلش مره ثانيه نرجع للدكتور محمد ميت وزير الماليه. بنحاول نعرف بس بلدنا وضعنا ايه النهارده. نتكلم النهارده بعد اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعه الاقتصاديه، نبقى عارفين احنا فين، الوضع ايه النهارده. نرجع مره ثانيه سياده الوزير، احنا تحت ضغط. اتفضل يا فندم. اتفضل سياده الوزير. الو الو
نرجع تاني سيادة الوزير، معلش نشوف تليفون يا جماعة، يعني نبقى واضحين عشان وقت سيادة الوزير كمان، واحنا محتاجين نتكلم في أكتر من ملف. فزي ما بقول لحضراتكم الملف طبعا الأساس النهاردة الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، وضعنا إيه النهاردة. سيادة الوزير دكتور محمد المليك بيتكلم بشكل واضح احنا بلدنا فين، عشان المواطن النهارده ما يقعدش يسمع لاعلام معادي، ناس بتشكك، بعض الناس بيقولوا على نفسهم على انفسهم خبراء وهم ما لهمش علاقه باي خبره في اي حاجه. يعني بعض الناس يطلعوا كده يقول لك ايه الوضع مش عارف ايه، البلد كذا البلد كذا البلد كذا، احنا تحت ضغط. ست وزير بيقول لنا احنا مضغوطين، ولكن رغم الضغوط اللي احنا علينا، اسعار المواد البتروليه زادت قد ايه، القمح زاد قد ايه، الزيت زاد قد ايه، المواجهات كمان ان انت تعمل انفاق كمان وتقدر تواجه وتقدر تدعم قطاعات معينه قد ايه، كل ده ضغط عليك، ولكن رغم الضغط ده انت واقف على رجليك ولا لا؟ عندك مشكله كبيره جدا وانهيار زي ما البعض بيحاول يصور، ولا نقدر نقول الحمد لله رغم كل ده وكل هذه الضغوط واقفين على رجلينا؟ دول لسه بقول لكم من شويه بيقول مش هيعرفوا يسددوا الديون اللي عليهم، احنا بنسدد اللي علينا الحمد لله جوه او بره، السلف اللي انت بتاخده عشان ما بين الفارق ما بين دخلك ايراداتك الدوله ومصروفاتك، هذا الانفاق بتجيبه منين؟ تروح عشان اقدر اعمل هذا التوازن زي ما قال لنا سياده الوزير وهو بيشرح كمان هذا الخطه او هذه الخطه اللي احنا بنتكلم عليها او سياده الوزير بيشرحها لحضراتكم. وضع نقدر نتكلم عليه بعيدا عن اي للموضوع ده، هنا بنتكلم على الارقام. ارقام بتقول ايه؟ بيشرح لنا سياده الوزير دكتور محمد معيط الحقائق ايه بالظبط، هذه النتائج وهذه الارقام، كنا فين في 2012 13 ادي بنتكلم عجز وصل قرابه 13%، النهارده في 21 22 اللي خلصت يوم 30/6 نتكلم 6.1، ان شاء الله التقديرات 22 23 اللي ان شاء الله اللي بدات او من يومين من 3 ايام بالظبط يوم 1 يونيو بنتكلم على ان شاء الله نصل الى 6% رغم الضغوط واي تحوطات واجراءات واخدها، بتتكلم على عجز يكون يصل الى 6%، وده الاول مره زي ما احنا بنشوف كده الاول مره من 2009. نرجع لست الوزير، اتفضل يا فندم. انا معلش احمد بيه برضو عاوز اقول حاجه للناس. فضل. الواحد يعني بعض يقول لك ايه احنا اعلى عجز في العالم، ده غير صحيح على الاطلاق. انا بعت لكم اللي نشر صندوق النقد الدولي، احنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني في مستوى الدول اللي زي حالاتنا واحسن من بعض الدول. في بعض الدول احسن ما نقدرش ننكر، واحنا خطتنا ان نحسن العجز الموازي. الدليل عشان اثبت لك الكلام ده، لو قدامك الجراف او الشكل البياني هتلاقي انك انت كنت 13% انت كنت 13 انت كنت 13% بس شوف انت بعدها عملت ايه. انت فين دلوقتي بالمقارنه بالفتره الصعبه اللي كان بيمر بيها البلد؟ النهارده عجزك كام؟ خد بالك انت في 2012 ده في 9 سنين يا سياده الوزير، احنا بنتكلم على 9 سنوات كنا ايه؟ وانت في الفتره دي لو كنت بتعمل تنميه ده انت كان عندك مشكله كهرباء ومشكله غاز ومشكله امن ومشكله طرق ومشكله عمله صعبه ومشكله ناس بلد عايشه مشكله بلد اصلا مشكله دوله بلد. وكنت بتعمل العجز ده وكنت بتعمل العجز ده. النهارده لما بتعمل اللي الناس كلها شايفاه على الارض في تنميه، في توصيل غاز للبيوت، في طرق وكباري وانفاق، في سكن ادمي للناس اللي كانت عايشه في المناطق العشوائيه، لمحطات كهرباء، لشبكات نقل، لافتتاحات اللي بيشوفوها في كل مكان، لقناه السويس الزواجيه اللي قال لك ما عملتش حاجه، ادي النهارده طلع ايرادها من 5 مليار بقى 7 مليار دولار. يعني في سنه اللي انت دفعته جبت قد ايه مرتين في سنه ولا حاجه، واخد بالك؟ عشان عملتها. وشوف ما شاء الله دلوقتي بتدخل لك قد ايه. شوف مشاريع الميه، تحليه المياه البحر ومعالجات سمائيه وثلاثيه، شوف الكهرباء انت صرفت عليها قد ايه، شوف تجديد السكه الحديد، شوف امتداد شبكة المترو، شوف المونوريل اللي شغال جايب من 6 اكتوبر رايح لغايه العاصمه، القطار الكهربائي السريع، شوف انت بتعمل دلوقتي المشروع بتاع القطار الكهربائي فائق السرعه، شبكات الطرق والكباري والانفاق اللي انت بتعملها، المواني الجديده اللي انت شغال فيها، الطاقه المتجدده في الرياح وفي البتاع ده الطاقه الشمسيه وفي الطاقه النوويه وفي اللي بيعمل بالغاز
وفي في مجال البترول والاستكشافات. في يعني عاوز اقول لك بلد بتتحرك وبتنمو وبتعمل مشاريع وبتشغل بني ادمين وقادره تخفض العجز بتاعها اللي كان 13% وقت ما بتعملش اي تنميه وقت ما بتعملش اي تنميه وكانت عامله عجز 13% بتعمل تنميه وبتصرف وعماله تتخلق فرص عمل وعماله تحسن من البنيه التحتيه بتاعتها وما الى ذلك. عندنا تحديات عندنا تحديات مدركينها مدركينها. عاوزين القطاع الخاص يبدا يخش وياخد دور ونحسن مناخ الاستثمار بتاعنا عاوزين نجذب استثمارات جديده عشان تساعدنا وتخفف العبء على الخزانه العامه للدوله وتستقطب عمله صعبه صحيح. عاوزين ان احنا نعمل مزايا وحوافز واستقطاب لاستثمار اجنبي في قطاعات مختلفه والدوله تبدا تترك مجال اكبر للقطاع الخاص وتتيح له فرصه اكبر وبتاع ايوه ده صحيح واخد بال حضرتك. عاوزين نحسن من اوضاعنا في اداره المنظومه الضريبيه والميكانه والشغل اللي بنعمله دوت في التطوير ورفع الكفاءه وما الى ذلك وفي الجمارك والكلام ده مدركين ايه الشغل اللي عندنا ونشتغل ونحسن فيه. لكن في بلد بتتقدم، في بلد بتتحرك لقدام، في بلد بتكبر، في اقتصاد بيكبر. يعني انت كنت ما عندكش هذه الكم من المدن الجديدة، هذه الكم من شبكات الطرق والكباري والأنفاق، هذه الكم من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وحل مشكلة كهرباء في جميع أنحاء البلد وبتصدر كهرباء وبتصدر غاز طبيعي دلوقتي. لا يعني برضو مش من العدالة أبداً أبداً أن نظلم هذا الجهد وهذا الإنجاز ونسود الحياة للناس ونسود الوضع للناس بطريقة غير آمنة وغير يعني احد الخبراء طالع يقول لك ايه الهيئات الاقتصاديه لو خارج موازنه الدوله ليه هي بره موازنه الدوله وما عليهاش رقابه من البرلمان ولا ايه الموقف مين اللي قال الكلام ده ايه ده يا فندم. البرلمان وافق على 60 قانون موازنه واحد فيهم للموازنه العامه للدوله و59 للهيئات الاقتصاديه. البرلمان بيراقب الهيئات الاقتصاديه سواء حسابات ختاميه سواء اعداد موازنه سواء اداء وبيجيب كل بتوع الهيئات الاقتصاديه ويحاسبهم البرلمان ويطلع لهم قانون للموازنه ويوافق على حساباتهم الختاميه واللي في ما بيلتزمش مثلا باعتماد مجالس الادارات. لا سياده الوزير حضرتك بتقول الهيئات الاقتصاديه تحت رقابه البرلمان وسيطره الوزاره مش خارج سيطره وزاره الماليه. لا ولا ابدا. انما هو بيقول ايه بقى؟ بيقول لو احنا خدنا الايراد بتاع الهيئات الاقتصاديه ضمناه على ايراد الضرائب هتزود الضرائب. ايه الكلام ده؟ الهيئات الاقتصاديه ايراداتها ايرادات غير ضريبيه. يعني كان هناك استشهاد بهيئه المجتمعات العمانيه هو ايرادات هيئه المجتمعات العمانيه اللي بالمليارات هو ايرادات ضريبيه؟ طبعا الاجابه لا. ليه؟ لان ايرادها جاي من بيع قطع اراضي وبيع وحدات سكنيه. هي دي ايرادات ضريبيه؟ لا. ازاي ان انا احط دي مع الايرادات الضريبيه؟ ايه الكلام ده؟ الايراد بتاع الهيئات الاقتصاديه هيئه البترول ما هي اقتصاديه ايرادها جاي من بيع المشتقات البتروليه. ادخلها انها ايرادات ضريبيه ازاي؟ هيئه الاستثمار ما هي ايراداتها ايرادات غير ضريبيه. ازاي ادخلها؟ علشان ارفع الايرادات الضريبيه من وضعها الحالي 14-15% الى 25 انا اجيب ايرادات الهيئات الاقتصاديه واخليها ايرادات ضريبيه. ده طبعا كلام ناس مش قارية ومش عارفة القانون ومش مذاكرة كويس. يعني لا الكلام مش دقيق أبدا. دي كلمة محترمة يعني حك يعني عفيف اللسان وبالتالي بتقول كلمة محترمة انه اللي بيقولوا كده مش فاهمين حاجة. يعني ودي طب واحد اصل ده بيعمل بلبلة سيادة الوزير لما يتقال الكلام طبعًا ده بيعمل طبعًا بلبلة. يقول لك مش تحت رقابة البرلمان. يا فندم تحت رقابة البرلمان والبرلمان بيحاسبه وبيحاسب وزير المالية. دول ده عمل خسائر وده عنده مشكلة انضباط وده وده أكتر حاجة بتحاسب عليها هي الأداء بتاع الهيئات الاقتصادية يوم ما بعمل الحسابات الختامية ويوم ما بعمل الموازنة. أكتر ناس بتحاسب عليهم أكتر من الموازنة عامة الدولة هو الهيئات الاقتصادية. حاجة تانية والمهمة جدا جدا وسؤال طرح طب ما نضم الايرادات بتاعه الهيئات الاقتصاديه مع ايرادات الموازنه العامه الدوله ايرادا ومصروف. كلام منطقي واحنا فعلا لما بنقدم دلوقتي من ضمن الحاجات اللي قدمها البرلمان الاجمالي يا ترى الموازنه العامه ايراداتها ومصاريفها قد ايه والهيئات الاقتصاديه مجموع ايراداتها ومصاريفها. لكن الضم الكامل ده معناه الغاء الهيئات الاقتصاديه. يعني انا لو جيت اقول والله لا انا خلاص هضم بالكامل
يبقى انت بتلغي بقى الهيئات الاقتصاديه. طب ما نلغي الهيئات الاقتصاديه، ما واحد يقول لك طب ما تلغي الهيئات الاقتصاديه. ايوه بس هو انت ليه خليته براك وليه عملت هيئه اقتصاديه من الاول؟ عشان تديله مرونه حركه بدل ما يبقى خاضع للاجراءات الحكوميه اللي احيانا بتعيقه. بمعنى هيئه البترول عاوز مرونه كامله ويتحرك علشان دي مواد يعني ذات بعد وامن قومي وخباحتك، وبالتالي عاوز يبقى عنده مرونه في التعاملات مع البنوك، عنده مرونه في التعاملات مع العالم الخارجي، عنده مرونه في الكلام ده. لو هو مشي بنظام المحاسبه الحكوميه ومشي بنظام ده، ممكن ده يعيقه على انه يتحرك اسرع في اداء المطلوب منه. وعشان كده قال لك طب خرجه وخليه هيئه اقتصاديه، وخليه بدل نظام المحاسبه الحكوميه يبقى نظام المحاسبه الموحد، ده بيديله مرونه اكتر وبتاع، لكن في النهايه خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات وخاضع للرقابه بتاعه وزاره الماليه، ووزاره الماليه بتاخد بتقدم الموازنه بتاعته عشان يتعمل لها قانون، وبتاخد الحساب الختامي بتاعه عشان تقدمه ضمن الحسابات الختاميه للبرلمان. طبعا الكلام يعني صراحه عمل بلبله، وكلام مش دقيق على الاطلاق ومش صحيح من الناحيه القانونيه على الاطلاق، ويعني عندنا تفسيرات وعندنا اجابات على الكلام دوت. بس يعني حته بقى ايه انه يعني الايرادات الغير الضريبيه تتحط مع الايرادات الضريبيه، ازاي الكلام ده بس ازاي؟ طب سيادة الوزير، سيادة الرئيس النهارده اتكلم على دعم البرامج الحمايه الاجتماعيه اللي هيتم في الملف ده، الحمايه الاجتماعيه ودعم المستفيدين منها. يعني احنا يعني الفتره اللي فاتت عملنا حاجه وشغالين. يعني احنا الفتره اللي فاتت اشتغلنا على انه نضم 450 الف لتكافل وكرامه جداد. اشتغلنا على موضوع ان احنا بالاضافه لزيادات المرتبات والمعاشات ان احنا نبدا من 1/4 بدل 1/7 ونرفع عن المستويات اللي هي كانت عليه، ووافق مجلس الوزراء على رفع حد الاعفاء الضريبي للمواطنين بنسبه 25%. يعني عاوزين نقول مع الحاجات دي احنا ان شاء الله باذن الله برضو بنبص ايه اللي نقدر نعمله كمان عشان نساعد اكتر خلال الفتره القادمه في التخفيف من اثار التضخم المستورد من الخارج اللي مؤثر سلبا على الاسعار، الى ان يعني ربنا يهدي الحال والحرب دي يعني تقف والتضخم الموجه التضخميه دي تهدى يعني في الفتره اللي جايه. فحاليا في يعني الدراسات وفي يعني كل حاجه طبعا لازم تدرس كويس وتحدد يعني مين اللي هيستفيد بيها ويستفيد بيها ازاي، و تكلفة المال بتاعه والكلام ده كله. فيعني الحاجات دي شغالة حاليا. الإيجابي اللي هيتحمله المواطن والسلبي اللي هيتحمله المواطن في الموازنة الجديدة؟ بص يعني خليني أقول لك أنه والله إذا كان علينا يعني ما عاوزين نحمل المواطن أي حاجة. إنما بنبص ما بين نارين. أنه يعني ما هو أنت ممكن تاخد قرارات يعني أنا آسف اللي أنا هقوله دوت ويسامحني الناس، يبقى في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. واخد بالك؟ يعني أعمل حاجة تضيع الموازنة، ألاقي الدنيا باظت والأعباء يعني جابت أثار سلبية مضاعفة. فبنحاول إنه إحنا وإحنا بنعمل أي إجراءات عشان نخفف وأي إجراءات عشان نساعد، إن برضو نضمن إنه يعني إن شاء الله بإذن الله ما تعدي هذه الأزمة، يعني رب تعدي على خير، انه برضو نظل في وضع مالي للدولة صحي يعني. لكن طيب احنا وصلنا لصندوق النقد الدولي، اسف، التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهل في برنامج جديد ولا ايه الاتفاق مع الصندوق حاليا؟ يعني احنا في مناقشات معاه بتجرى حاليا يعني على ايه الاصلاحات اللي هي هنبقى خلال الفترة القادمة. ويعني احنا بنركز على الاقتصاد الحقيقي بقى، احنا عاوزين انه يعني قدرتنا الانتاجية تزيد، قدرتنا على التصدير تزيد، قدرتنا على اكتساب يعني استثمارات اجنبية واستثمار يعني من
المستثمرين الأجانب سواء في سوق الأوراق المالية أو في الاستثمارات المباشرة أو كده تزيد، وده بيتطلب أنه تهيئة المناخ والعمل على تحسين يعني البيئة الاستثمارية والكلام ده، وده اللي ساعدنا أن يبقى فيه إنتاج أكتر لأن فيه استثمارات أكتر، مصانع أكتر، زراعة أكتر. فده تركيزنا إزاي أن احنا خلال الفترة القادمة نقدر نوصل لها، لأنه احنا في مرحلة عملنا فيها إصلاحات مالية وإصلاحات يعني هيكل نقدية وما إلى ذلك، وبدأنا في الإصلاحات الهيكلية، بس عاوزين ندي قوة دفع أكبر خلال الفترة القادمة. فده يعني شغال. هل احنا بنتكلم على رقم طلبين رقم محدد 10 12 اقل اكتر؟ يعني لسه يعني المناقشات شغالة. نعم. طيب سيادة الوزير، لو الامر الاخر فيما يتعلق به النهارده مجلس النواب قانون التجاوز عن التأخير الخاص بالضرائب، ده بيساعد مجتمع الصناعي في ايه؟ في طبعا ناس عليها ضريبة لم تسدد في ميعادها، وبالتالي فرضت عليه غرامات وفرضت عليه ضريبة إضافية، سواء في ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الجمارك، الضريبة العقارية وما إلى ذلك. اللي تقدمنا به لمجلس الوزراء سوري لمجلس النواب للتخفيف على مجتمع الأعمال وعلى الممولين، إنه يعني أحيانا بتبقى الضريبة عليك مثلا 10 مليون وعليك زيهم ضريبة إضافية نتيجة لتأخرك، فقلنا طيب يسدد الضريبة الأصلية ونيجي على الغرامة وفوائد التأخير أو الضريبة الإضافية. ويعني مجلس النواب وافق النهاردة أنه يعني يعفى من 65% من الغرامة أو الضريبة الإضافية أو فوائد التأخير. نعم. طيب احنا عندنا حوافز ايه بنقدمها في مجال الضرائب او وزارة المالية بشكل عام للقطاع الصناعة او الصناعة بشكل عام؟ اللي احنا بنتكلم على انتاج، بنتكلم على فرص عمل، هنوفر ايه او ايه اللي بنديلهم دلوقتي او بنفكر فيه حتى؟ احنا يعني بنتحمل 5 الى 6 مليار جنيه كل سنة تخفيض اسعار الكهرباء عليهم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يعني بالنسبة للضريبة العقارية من 1/1/2022 يعني وعدناهم بانه يعني القطاعات الانتاجيه الصناعه وكده وبتاع انها الضريبه العقاريه والمده الثلاث سنوات القادمه هتتحملها عنهم الخزانه العامه للدوله، فده بنطالبهمش بيها. ويمكن ان شاء الله في مجلس الوزراء المنعقد هذا الاسبوع هيطلع القرار بكده. ايضا رد اعباء الصادرات لمن هو بيصدر، احنا دفعنا اكتر من 35 مليار جنيه خلال السنتين دولت، وهنفتح يعني برضو مراحل جديده لرد اعباء الصادرات. برضو يعني القانون اللي طلعناه النهارده دوت ده بالنسبه له مهم لانه بيخف عليهم، واحنا عملناه يعني قبل كده. فيعني خلينا اقول لحضرتك مثلا صناعه السيارات، احنا مخصصين حوالي 2.5 مليار لدعم صناعه السيارات في مصر، ومستعدين نخصص اكتر اولا تحويل العربيات او اللي يشتري عربيات بالغاز للعربيات الكهرباء، يعني الحاجات ديت احنا هندعم وهنعفي وهندي دعم للمصانع وهندي دعم للي هنشتري العربيات دي، لانه بالنسبه لنا برضو ده مشروع استراتيجي مهم جدا جدا بالنسبه لنا. عندنا طبعا قوانين للاستثمار، يعني بيستثمر في مناطق معينه، يعني عندنا الصعيد، عندنا العاصمه الاداريه، عندنا المنطقه الاقتصاديه، ده بيبقى التكلفه الاستثماريه بتاعته يقدر يسترد لغاية 50% منها من أي ضرائب مستحقة عليه. يعني لو واحد مثلا راح حط 100 مليون جنيه تكلفة استثمارية في المناطق ديت في الصناعات المبينة أو يعني كده، لو أنه ينطبق عليه الشروط طالما في المناطق دي وفي الصناعات ديت، يبقى يقدر يسترد بحسب، في مناطق بنسميها ألف وفي مناطق بنسميها ب. المناطق ب بيسترد 30% يعني 30 مليون من المية اللي صرفهم عن طريق الضرائب المستحقة عليه، بنشله 30 مليون، ومناطق ألف بنشله 50%، يعني لو كان صرف 100 يبقى 50 مليون. عندنا يعني بنقول انه في المنطقة الاقتصادية مليانة مزايا وإعفاءات قد كده،
عملنا قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، قلنا والله بحسب حجم الأعمال بتاعتك، ومش هنعمل لك فحص. لو حجم أعمالك ربع مليون يبقى الضريبة بتاعتك السنة هي 1000 جنيه، نص مليون الضريبة بتاعتك 2000 جنيه، مليون الضريبة بتاعتك 5000 جنيه، بدون فحص وبدون أي حاجة خالص. وقعدنا بقى نتدرج لغاية 10 مليون، نص في المية، 3/4%، ضريبة مقطوعة كده على طول، وبرضو إعفاءات جمركية وتمويل مخفض تكلفة وحاجات كتيرة جدا جدا. كل ده بيصب في ان احنا عاوزين نشجع الصناعة، عاوزين نشجع المشروعات الصغيرة، عاوزين نشجع التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. سيادة الوزير، العالم كله بيتكلم على الربع الأخير من هذا العام أنه في زيادة كبيرة جدا في الأسعار، احنا استعدنا لهذا الأمر إزاي؟ وإيه اللي عندنا تحديدا وتجهيزاتنا للسلع الأساسية اللي احنا محتاجينها في كل مكان في مصر رغم ممكن أسعارها بتزيد؟ إيه المتاح وإيه استعداداتنا للربع الأخير؟ هو طبعا اللي هو يقدر يديلك بيانات دقيقة هو معالي وزير التموين. نعم. لكن احنا عندنا توجيه دائما انه من 3 لـ6 شهور يبقى عندنا مخزون في كل حاجة. فمعالي وزير التموين يقدر يديلك بيانات دقيقة، لكن يعني اقدر اقول لك بالنسبة للقمح، لان احنا بنطلع التمويل بتاعه من الموازنة العامة للدولة مباشرة، فاحنا الحمد لله عندنا يعني من 4 لـ5 شهور انا متاكد ان لم يكن اكتر. نعم. مخزون ده بالنسبه للقمح، واحنا بنشتري يعني الحمد لله بنشتري على طول ما بنقفش يعني. طيب في من شويه انه فيما يتعلق بالصحفيين وزياده بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وانه الامر في يد وزير الماليه كما ذكر النقيب ضياء رشوان بعد اتصالات مع دوله رئيس الوزراء. ان شاء الله باذن الله. لا هتبقى كام ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله وهنعلن. لا عايزين الصحفيين، عايزين بشرة ليهم على لسان حضرتك. ما انا بقول لك ان شاء الله، ان شاء الله يبقى بشرة باذن الله. لا يعني بتحط رقم ولا لسه؟ يعني هو دولة الرئيس بلغني وحاضر ان شاء الله. خلاص يعني تم الموافقة على هذا الامر ان شاء الله باذن الله. بشكرك دكتور محمد معيط وزير مالية، كل الشكر لحضرتك مرة تانية. كتير من التفاصيل ونقدر نعرف كتير من الناس اللي كان بتكلم على الوضع في مصر، الأسعار في مصر، وضعنا الاقتصاد أخباره إيه، وضعنا المالي أخباره إيه، المشروعات اللي احنا بنعملها مفيدة ولا مش مفيدة، فرص العمل اللي موجودة في هذه المشروعات، المرتبات اللي كانت، وضع اللي كنا في 2012-13 عندنا عجز في قد إيه، النهاردة وصلنا لكام، نتيجة ليه بدأنا يبقى عندك فائض ولا لأ، في آخر 4 سنوات عندك فائض بدل ما كان عندك عجز قد إيه في 2012-13، خلال 9 سنين مرينا بكام أزمات كثيرة، ولكن على الأقل النهاردة نتكلم. دكتور محمد مالك بنتكلم على صندوق النقد الدولي كمان ما زال في مفاوضات، ولكن لسه مش محدد إحنا طالبين قد إيه، في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بحزمة إضافية لصالح الدولة المصرية. عندنا حجم طبعا شغل كبير، لأول مرة نتكلم على قناة السويس. دكتور محمد مريض بيتكلم على 7 مليار دولار دخل قناة السويس لأول مرة في التاريخ، أعلى رقم في التاريخ بعد ما كان 5 مليار، النهاردة بنتكلم على 7 مليار جنيه. بنتكلم على أيضا بتحمل فاتورة كبيرة جدا، ارتفاع الأسعار بالنسبة للبترول بنتكلم على رقم كبير، بنتكلم على 15 تقريبا مليار دولار. بنتكلم على فاتورة القمح زادت حوالي، بنتكلم على 12 مليون طن 6 مليون طن بالنسبة للقطاع الخاص، 6 مليون للحكومة، فاتورة بتزيد 1.5 مليار دولار إضافي. الزيت نفس الرقم تقريبا، نتكلم على أرقام كبيرة جدا تتحملها الدولة، هدفها أن أنا بوفر احتياجات الناس وفي نفس الوقت أن أنا ما بزودش. يعني انت النهارده بنتكلم على رغيف العيش زي ما هو ما زادش، نتكلم على الوقود زي ما هو ما زادش، في يعني لسه في اجتماع للجنه خاصه بالتسعير التلقائي ربما الايام اللي جايه، وبالتالي نقدر نشوف ايه اللي هيتم خلال الفتره القادمه. ولكن بنتكلم على زيادات كبيره جدا بالنسبه للسلع، كنت بنتكلم على كانت ب5 مليار دولار كل شهر، النهارده
الخمسة مليار دول كل شهر استيراد 5 مليار، النهاردة بنتكلم على 9.5 أو 10 مليار دولار، وربما يكون 11 أو 12 مليار دولار شهريا استيراد. فاتورة ضخمة جدا للاستيراد. الحل اللي قدامنا صناعة، انتاج، تقليل هذه الفاتورة الهائلة اللي احنا كمان يعني زي ما يقول كده انت بتجيبها بس انت كمان مش قادر، اللي عندك مش كتير، ان انت كل شهر بتستورد بعشرة مليار دولار بعد ما كان 5 أو 6 بقى قفز ل10 و11، وممكن بعض الاشهر يوصل ل12 مليار دولار. بتكلمش على سنة، بتكلم على الشهر الواحد، حجم كبير جدا. فاحنا كمان لازم نراعي ده. وبالتالي سيادة الوزير بيتكلم على دعم صناعة السيارات 2 مليار، انت بتدعم هذه الصناعة النهاردة، فانت عايز كمان تقلل من فواتير كل حاجة، عشان لانه اخطر حاجة بنواجهها بدل ما احنا بنتكلم النهاردة صادرات مصر 30 32 33 مليار، الرئيس بيتكلم على 100 مليار دولار. امتى تطلع هذه القفزة الكبيرة من 32 او 33 مليار دولار الى 100 مليار دولار؟ لان كل ما زودت صادر بقلل الوارد، كل ما زودت ده عايز اقفل فاتورة الاستيراد. مش هتقدر كل حاجة، ولكن على الاقل بدل ما انا بستورد ب70 80 مليار اقدر كفاية 20، كفاية 15 مثلا، يبقى حاجة جميلة جدا. 30 40 مثلا، يعني مش 100 ومش 80 مليار دولار. كل ده بيكون ضغط عليك، ضغط على البنك المركزي، على النقد اللي موجود عندك، مواردك من النقد الأجنبي. فلازم نشتغل، لازم ننتج، لازم نصنع. دي المعادلة اللي احنا كلنا نبقى شغالين عليها. وده الدولة لما تيجي الدولة تقول عايزين نعمل ده، يبقى عندك استثمار أكتر من اللي انت موجود. لازم تدي تسهيلات أكتر، تدي حوافز أكتر لكل القطاعات اللي اتكلم عليها الدكتور محمد مهيط وزير الماليه. وقال لحضراتكم جمله كده واضحه، انه بعض الناس اللي بيطلقوا على انفسهم خبراء، لا هم خبراء ولا فاهمين ولا عارفين، بيقولوا حاجات غلط، بيقولوا حاجات مش قانونيه، بيقولوا كلام فارغ، وبيفتوا في امور لا يصح ابدا انهم يطلعوا يتكلموا للناس ويعملوا بلبله. دول بعض الخبراء اللي الوزير بيتكلم عليهم. قال لك بيتكلموا على هيئات، وليه ما نضمش هيئات الاقتصاديه والهيئات؟ قال لك ما هي في تحت الرقابه والبرلمان بيشوفها، مفيش حاجة اسمها خارج سيطرة البرلمان. الناس اللي بتفتي أو اللي بتطلع تعمل كلام فارغ، والله العظيم بيقولوا كلام فارغ، ما وزير المالية قال أهو، بس طبعا رجل مهذب جدا ومؤدب جدا، قال يعني بيقولوا كلام مش دقيق، ولكن هو كلام فارغ، وكلام فارغ بجد يعني بيفتوا يعني. ناس بيقولوا كلام ملوش علاقة بالقانون، لما يجي يقول لك خد ده وضم، اضم حاجه مش ضريبيه لحاجه ضريبيه؟ يعني زي هيئات اقتصاديه بتشتغل وين فيها ناس وفيها كذا، تقول فلوسها هاتهم ودخلهم على ايرادات الضرائب. فالوزير قال لك ده كلام مش قانوني، وكلام ما ينفعش يتقال، وكلام مش صح، واللي بيقولوه مش عارفين اي حاجه. ده دي على لساننا، اللي مش عارفين اي حاجه دي على لساننا. طب حاجة بتطلع ليه؟ أو بتطلعوا تقولوا كلام ليه غلط للناس؟ إيه الهدف؟ لما أنا أعمل بلبلة في أمر مهم لازم أكون قاري أو مذاكر. على فكرة في سنوات مضت يعني كان الناس يطلعوا بالليل يتكلموا على حاجات في البورصة المصرية. ده الكلام ده ما قبل 2011. أقول لك الشركة الفلانية، السهم الفلاني اللي كذا، السهم الفلاني ده عشان بكرة يروح يجني ثمار السهم اللي اتكلم عليه بالليل. انا بقول لك عشان يجني الثمار. يعني هنا ايه؟ في ناس تتكلم على مصالحها اهم من مصلحة بلد. يا جماعة بلاش الانانية، بلاش الانانية. واللي عارف يطلع يتكلم، اللي مش عارف ما يطلعش يتكلم. بلاش ناس تطلع تتكلم في حاجه مش عارفاها. ده في حد يقولك انه خبير اقتصادي ما حصلش، واتضح انه لا خبير لا اقتصاد ولا فاهم في الاقتصاد ولا فاهم في اي حاجه. الوزير قال دلوقتي ان كل الكلام اللي بيتقال غلط مش قانوني.
طبعا ما شفتش ولا اعرف حتى اللي طلع الكلام ده اتكلم فين، بس طبعا انا في ناس معينة عارفهم كويس وعارف بيطلعوا يطلعوا يقولوا الكلام، عارف الحكاية عشان عارفها من زمان. فست الوزير ببساطة قال الكلام اللي قالوه غلط مش صحيح غير قانوني ما ينفعش يتعمل، لان كل هم قالوا حاجة الوزير قال لك كل اللي قالوه مع كذب. ليه؟ قال لك البرلمان بيراقب كل حاجة وبيراجع كل حاجة وبيسأل وزير المالية في كل حاجة، وزير المالية له السيطرة على كل ده، وموازنتهم موجودة مع الموازنة العامة موجودة، لكن ما ينفعش اخد الموازنة دي احطها على الضرائب واقول ايرادات الضرائب بقت كذا عشان جبت الهيئات، الهيئات ما ينفعش تدخل، لانه الضريبة حاجة الضرائب حاجة والموازنة حاجة تانية، اعمل الاتنين دول على بعض ازاي؟ فوزير المالية دكتور محمد منيط قال لك دي مسائل غير قانونية حتى ما تنفعش تتعمل. فتخيلوا حضراتكم ناس بتطلع تتكلم قدام الرأي العام بكلام كذب تروج أكاذيب ويطلقوا على أنفسهم كده خبراء ما حصلوش، اتضع فعل أنهم خبراء لا يفقهوا أي شيء في الأوضاع الاقتصادية. عك والله العظيم عك. وازاي الناس تقبل على نفسها تقول كلام مش صح؟ ازاي؟ في امور امور دقيقه عشان دي امور تتعلق بالناس كمان. في ناس تتابع وممكن ناس كمان تقول لك اه شفته وتقال، طب ما هو اللي ممكن تقول عليه يا سلام قال اتضح انه كذب. اتضح انه قال كلام ما ينفعش كقانون يتعمل او بالقانون ما ينفعش. انك تاخد الفلوس بتاعت الهيئة دي او الهيئة دي تاخدها في العواء الضريبي ضريبة ايراد الضرائب تريليون و500 يبقى كذا تريليون، والموضوع مش لا انت بتاخد ده حاجة والموازنة هنا حاجة تانية وهذه الهيئات موازنتها حاجة تانية، ما ينفعش ادخل ده على ده. بس نعمل ايه في اللي بيتكلموا على انهم خبراء؟ عرفتوا الناس يا جماعة من كلام وزير المالية دكتور محمد معيط رد بمنتهى الوضوح المرحلة، لا يعني بالعكس احنا محتاجين كلنا مع بعض نبني البلد شركاء في البلد، مش مين يطلع يقول كلام عشان كذا. طب في الاخر لما يطلع وزير مالية يقول لك اللي انت قلته كله غلط، لما يطلع وزير مالية يقول لك اللي انت قلته مش قانوني، لما يطلع يقول لك وزير مالية انت قلت البرلمان يراقب هذه الهيئات تحت رقابة البرلمان، يبقى انت قلت كلام غلط وكذب للناس، يبقى لازم اللي قال وانا ما اعرفش مين للامانه، ولو كنت اعرف على فكره كنت اطلع اقول اسمه ما عنديش مشكله خالص يعني، فبقول له ما اقول له او لا ما اعرفش هو واحد ولا ما اعرفش يعني خبير ولا خبيره، يطلع يعتذر ويقول للناس انا اسف والله طلعت قلت كلام غلط، لازم يطلع يقول كده. لو هو يبقى على الاقل يبقى يخلي بعد كده عنده شويه مصداقيه، هو ما عندوش مصداقيه خلاص انتهت مصداقيته او انتهت، ما انا بقول لكم لا مش عارف لا خبير ولا خبيره يعني. طالما الوزير طلع قال يبقى لازم نبقى فاهمين الحكايه اولها هي واخرها ايه. طيب خلينا نروح، امبارح كان افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطه عدلي منصور، وكان معانا امبارح في مداخله مطوله سيادة الوزير الفريق كامل وزير وزير النقل اللي أنا بحييه وبشكره. النهاردة رحنا نعمل متابعة عشان نشوف الناس، عايز أقول لحضراتكم النهاردة هذه الوسيلة الحديثة القطار الخفيف أسهل لك من أي شيء، سيب عربيتك وسيلة نظيفة مكيفة ما فيش تعب، في الناس طبعا تبدأ النهاردة بدأت الناس النهاردة تستقل هذا القطار الخفيف اليوم أول يوم النهاردة بدأت الناس، ولكن زي ما بقول لحضراتكم يلا يا جماعة لو سمحتوا أسهل وسيلة مواصلات النهاردة لمناطق شرق القاهرة، سكان الشروق عربية ليه؟ بنزين ليه؟ حر ليه؟ زحمة ليه؟ آدي قدام حضرتك أهو حاجة جميلة جدا، اركب محطتين ثلاثة ادفع لك 10 جنيه ولا 15 جنيه ثلاث محطات ولا أربع محطات باين ولا إيه أيا كان من الشروق لحد عدلي منصور، خد بعد كده المترو لو انت نازل وسط البلد، انزل وسط البلد او رايح شمال القاهرة او رايح جنوب القاهرة او رايح الزمالك او رايح جامعة القاهرة، خد المترو قضي مشوارك وارجع، ليه توجع دماغك بعربيات
وركنة وزحمة وقصي، لا لا خالص. عندك أسهل وسيلة نقل النهاردة، أحدث وسيلة نقل النهاردة عندك أهي، القطار الكهربائي الخفيف اللي افتتح السيد الرئيس امبارح، حاجة جميلة جدا. وأنا بشجع حضراتكم، والله بشجع حضراتكم. ليه؟ عشان عايز حضراتكم ما تتعبش، ما تتعبش في قيادة عربيتك. كفاية استخدام عربيات خاصة، هاتها واركنها عند محطة المستقبل، اركنها هناك بدر، اركن بدر في جراج وخد القطر ده. عدلي منصور اركن في عدلي منصور واستخدم القطر ده خلاص. روح لو عايز تروح العبور، ولا عايز تروح بدر، ولا عايز تروح اي منطقة في شرق القاهرة، هتلاقي عندك هذه الوسيلة السهلة. عايز المترو، عندك المترو موجود، خده من عدلي منصور، قض مشاويرك وارجع وسيب عربيتك في الجراج اللي عندك ده. ادي وسيلة مجهزة مكيفة نظيفة جدا. تعالوا نشوف الناس قالت ايه النهاردة، رأيها ايه في اول يوم تشغيل للمواطنين، نتابع. النهاردة هناخد حضراتكم في رحلة لمحطة عدلي منصور، واللي بتعتبر اكبر محطة تبادلية في الشرق الاوسط، ودي المحطة اللي افتتحها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عشان تبدأ خدمتها بشكل رسمي للمواطنين من خلال 6 وسائل نقل مختلفة. احنا دلوقتي كمان موجودين في المترو الخاص بمحطة عدلي منصور والواصل لمدينة الثقافة والعلوم بالعاصمة الادارية الجديدة. هنعرف تفاصيل اكتر عن المحطة وعن مترو محطة عدلي منصور في التقرير التالي. النهارده واقفين في المحطة المركزية عدلي منصور، ودي تعتبر محطة فريدة من نوعها يمكن في الشرق الأوسط، لأنها بتشمل تحتها 6 وسائل مواصلات تبادلية، وبتمثل النموذج الأمثل لتكامل المواصلات. في محطة المترو الخط الثالث، في محطة القطر الكهربائي ال ار تي، في محطة السكة الحديد، محطة السوبر جيت، محطة البي ار تي اتوبيس الترددي. كل ده بيخلي المواطن ما يخرجش منها، عايز ينزل من هنا يروح هنا يروح هنا يروح هنا. القطر الكهربائي اللي احنا واقفين على الرصيف بتاعه اللي اتشرف بتشريف سياده الرئيس امبارح وافتتاحه، وهو وسيله النقل الجماعيه للعاصمه الاداريه. احنا هنا في محطه عدلي منصور، هو بيوصل لمحطه الثقافه والفنون في العاصمه الاداريه، بياخد حوالي 45 دقيقه مرورا ب 12 محطه، بيربط مناطق شرق القاهره كلها من عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، بدر، الروبيكي، وصولا لمحطه الثقافه والفنون في العاصمة الإدارية. المحطة جميلة ما شاء الله زي الفل، وهتوفر بالنسبة للوقت، وهتوفر بالنسبة للفلوس، وطبعا لأي حد مع عربية ولا حاجة عايز يجي من مشوار بعيد القطر هيوفر له أكيد يعني. وبعدين طبعا يعني خدمة مكيفة وحاجة جميلة يعني، فأفضل بكتير جدا من الواحد يستغل عربية شخصية مسافات وكارت بوابات ومش عارف وبنزين والقصص دي كلها. شايف ان المواصله زي دي هتغنيك عن عربيتك وتخليك انت تستخدم المواصلات العامه؟ دي فعلا ده بالفعل اللي حاصل، لان انا يعني احنا بنتكلم دلوقتي لو انا جاي من محطه العتبه مثلا لشرق القاهره، فتقريبا هركب مواصلتين بس او حاجه، فدي بتبقى حاجه ممتازه جدا بالنسبه لاي واحد بيتم استهلاك بنزين منه كتير او بيدفع مبالغ كبيره في البنزين يعني. بصراحه محطه كويسه جدا ومريحه، حاجه تمام وتوفير يعني، حاجه كويسه يعني، حاجة عن مستقبل مصر. أنا شايفة أن المحطة حاجة مميزة، أعتقد أن هي على مستوى العالم، مفيش محطة على مستوى العالم فيها كمية الخطوط دي كلها، سواء قطر سواء مترو سواء أن هي في كذا خط باص كمان برا. بالنسبة للقطر أول حاجة أن هو مميز أن هو رايح لمناطق ما فيهاش كونتاكت للمواصلات قوي يعني شوية، أن هي حاجة مريحة مكيفة، حاجة محترمة الواحد يركبها. شايفة أن سعرها كويس جدا، مش حاجة أن هي غالية على أي مواطن يعني أن هو يدفعها، فأنا شايفة أن هي حاجة مميزة بصراحة. تستعد الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية ب
تصعيد ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة، سواء يوم التروية الخميس ثم الوقفة الكبرى يوم الجمعة على صعيد عرفات الطاهر. والنهاردة كان في مؤتمر صحفي لقيادات الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية السعودية، الجهات المعنية بمتابعة الحج، مسؤولين عن الطيران، عن الدفاع المدني، قوى الأمن المختلفة وقوات وقيادات قوات أمن الحج، ومتابعة أيضا لضيوف الرحمن في مركز كمان أو منصة منارة الحرمين الشريفين. هذه المنصة التي ستبث خطبة عرفات يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى ب 14 لغة من خلال هذه المنصة، بترجمة فورية لخطبة عرفات من مسجد نمرة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. وأيضا سواء في هناك أيضا مركز العمليات الأمنية في مكة المكرمة الذي يتابع صعود ضيوف الرحمن وتنقل ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال اعتبارا من طبعا في مكة المكرمة، والطواف والسعي وأيضا انتقالات ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة، سواء إلى منى أو إلى عرفات ثم بعد ذلك إلى نفرة الحجيج مساء يوم الجمعة إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم الطواف، وأيضا التواجد قضاء أيام التشريق في مشعر منى، متابعة من أيضا غرفة العمليات المركزية والأمنية في مكة المكرمة التي تتابع كافة تنقلات ضيوف الرحمن وأيضا انتقالات والطواف طبعا حول البيت العتيق، كما نتابع هذه الشاشات والكاميرات التي ترصد الحركة بالكامل في كافة المناطق والمشاعر المقدسة. نتابع. لترجمة خطبة الجمعة والدروس وخطبة يوم عرفة. سيتم بث خطبة عرفة في هذا العام إن شاء الله ب 14 لغة على مستوى العالم عبر منصة منارة الحرمين، التطبيق والموقع الإلكتروني. في هذا المركز سيتم إن شاء الله عملية البث في نفس اللحظة تزامنا مع صوت الخطيب إن شاء الله. اليوم راح نتكلم بنبذة تعريفية عن منصة منارة الحرمين. منصة منارة الحرمين وبتوجيهات من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تم إطلاق منصة منارة الحرمين عام 1441، ولله الحمد خلال هذه الفترة تم نقل ترجمة خطبة عرفة عبر منصة منارة الحرمين. منصة منارة الحرمين هي منصة توجيهية إرشادية لبث الدروس والخطب من المسجد الحرام والمسجد النبوي. بإذن الله سنقوم عبر منصة منارة الحرمين ببث ترجمة خطبة عرفة بأكثر من 14 لغة على منصة منارة الحرمين. بإمكان المشاهدين متابعة التراجم عبر منصة منارة الحرمين في يوم عرفة عن طريق منصة منارة الحرمين، بالإضافة إلى تطبيق آيفون وتطبيق منصة منارة الحرمين على iOS والأندرويد. الآن متواجدين في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 منطقة مكة المكرمة، الذي يخدم كافة شرائح المجتمع في منطقة مكة المكرمة، وبالخصوص الآن في موسم الحج نخدم كافة حجاج بيت الله الحرام. نتلقى جميع الاتصالات الأمنية والطارئة عبر الرقم 911 بما لا يتجاوز الثانيتين لكل مكالمة، ونقوم بترحيلها إلى الجهات المختصة وأكثر من جهة حسب الاختصاص بما لا يزيد عن 45 ثانية للمكالمة